بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين. يوم جديد النهاردة حول العالم. تبدأ وقائعه من العاصمة الفرنسية باريس، حيث يتجمع معظم رؤساء وملوك وزعماء دول العالم ورؤساء وزراء لمكافحة الارهاب، لمواجهة الارهاب. مليونية لاول مرة في تاريخ باريس في العصر الحديث. هي الكل تجمع والكل اتفق على انه لا وجود الارهاب على وجه الارض. واليوم الرئيس الفرنسي فرانسوا اولاند استقبل الكثير والعديد من زعماء ورؤساء وزراء ووزراء خارجية ودفاع ومندوبون من معظم دول العالم، اتوا من كل انحاء العالم لمكافحة الارهاب في ميدان الجمهورية بباريس في مشهد حاشد في مليونية اخذوا الاسم من عندنا المصريين، ولكنهم اليوم فعلوها داخل فرنسا في مسيرة الجمهورية. اطلقوا عليها مسيرة التكريم، اطلقوا عليها مسيرة ضد الارهاب، اطلقوا عليها مكافحة الارهاب. والمسيرة ليست في العاصمة الفرنسية فقط، لكن في كل انحاء فرنسا وايضا في العديد من دول العالم، ومصر مشاركة في هذه المسيرة وهذه التظاهرة المليونية بوزير خارجيتها السيد سامح شكري. العالم ان شاء الله سيعيش هادئا وسينتصر على الارهاب الذي ملأ العالم من شرقه الى غربه. بالامس كان هناك تفجير انتحاري في جبل محسن في بيروت راح ضيعته 9 اشخاص، وقبلها في استراليا، وقبلها في قلب العاصمة اليمنية، وقبلها في نيجيريا، وبالتأكيد في مصر وسوريا وليبيا والعراق وغيرها من الدول. والان الارهاب يأكل قلب اوروبا، ولكن بالتأكيد العالم سيقف ضد هذا الارهاب. اليوم ايضا هو يوم هام بالنسبة لنا ككرة قدم وكرياضيين وكالملعب. ملعب النهاردة بيعتز انه تكون بطولة كأس مصر بدءا من دور 32 معكم على الهواء مباشرة، حيث سنبدأ اليوم بمباراة الزمالك ونجوم المستقبل. مباراة تبدو على الورق سهلة، ولكنها مباراة ليست سهلة بالتأكيد. فالزمالك يواجه المجهول، ونجوم المستقبل فريق اتى من بعيد يحتل المركز الخامس في مجموعته بفارق نقطتين فقط عن صاحب المركز الثاني في المجموعة، وبالتالي هو مرشح للوصول الى دورة الترقي. اما الزمالك الذي اعلن تشكيله مبكرا اليوم ولم يتخلى كثيرا عن نجومه الاساسيين، وبالتالي يضع محمد صلاح المباراة في حسبانه لانها مباراة في غاية الاهمية وتوضح الى حد كبير ماذا سيفعل الزمالك في كأس مصر، وهل ستستمر مسيرته ام لا في ظل هذا الجو المشحون ايضا داخل الاتحاد المصري لكرة القدم. هيتوجه وفد من محامي نادي الزمالك للشكوى ضد علاء عبد الصادق رئيس جهاز الكرة، ضد وائل جمعة مدير الكرة، ضد بعض مسؤولي النادي الاهلي بتهم التزوير، ورد النادي الاهلي بانه سيواجه هو الاخر بعقد ايمن حفني، والاوضاع مشحونة سواء كانت في الشارع في باريس او عندنا هنا. المهم ان كأس مصر ستكون لدينا حصريا دائما وابدا. تابعونا عبر الملعب او الكرة في الملعب وسي بي سي. خلينا بقى اعزائي المشاهدين ندخل في تشكيل الزمالك مبكرا واللي اعلنه الكابتن محمد صلاح النهارده. محمد صلاح بيبدا بحارسه الاساسي احمد الشناوي لحراسه المرمى، وبيلعب بصالح موسى النهارده كظهير، وبيلعب كمان هجيب لكم تشكيله الزمالك بالكامل. زمالك صالح موسى احمد ديودار واسلام جمال وحماده طلبه، وبيلعب بمحمد شعبان وبابراهيم صلاح وعمر جابر ويوسف اوباما وباسم مرسي وعبد الله سيسي. اذا واضح انه الكابتن يعني محمد صلاح مدي المباراه اهتمام كامل. اما نجوم المستقبل فهو ليس فريق مجهول، لانه عندنا شويه حاجات عنه هنقولها لحضراتكم النهارده، كيف بدأ هذا الفريق وما هي احلامه وما هي امنيته. خلينا اقول لكم المواقع قالت ايه على هذا اللقاء على كأس مصر وبدايته اليوم. موقع في الجول قال حكاية نجوم المستقبل اشهر منافس ودي للزمالك ومصنع لاعبين. يعني الزمالك لما كان بيحتاج مباراة ودية
كان يقول هاتوا نجوم المستقبل. نجوم المستقبل النهاردة بقوا بالفعل فريق في الدوري امام نادي الزمالك. يلا كرة، الزمالك يبدأ حملة الدفاع عن لقب الكأس بمواجهة سهلة لنجوم المستقبل. من كورابيا بعثة الزمالك تضم 23 لاعبا لمواجهة الهلال السعودي. من اليوم السابع اسلام جمال يقود دفاع الزمالك امام نجوم المستقبل. اما بوابة الاهرام فقالت الزمالك يخشى غدر المستقبل في بداية الدفاع عن كأس مصر. بحب انا العناوين اللي فيها اللعبة دي. صدى البلد وليد عبد الرازق حكما للقاء الزمالك ونجوم المستقبل. كان في وليد عبد العزيز لدمنهور والنصر، ده هنحكيه معاه مع ضيوفنا الاعزاء. من فيتو الزمالك يدرس الدفع ببراني لقيادة الجبهة اليسرى امام المستقبل. من الوفد الزمالك في مواجهة سهلة امام نجوم المستقبل. اما يورو سبورت فالزمالك يواجه نجوم المستقبل بالبدلاء وعينه على القمة. الزمالك فانز صلاح يناشد لاعب الزمالك الاهتمام بالمستقبل واسعاد الزمالكوية. حلو العنوان برضو. من الصحف الاهرام بتقول الليلة الزمالك يواجه نجوم المستقبل في بطولة كأس مصر. محمد صلاح يغامر بالصف الثاني واخشى المفاجآت في غياب الحاوي، تقصد او يقصد ايمن حفني. من الاخبار الزمالك يتطلع لاصطياد النجوم في مواجهة السهل الممتنع. اما المصري اليوم فذهب الى عنوان يقول الزمالك يبدأ رحلة الدفاع على الكأس امام نجوم المستقبل. صلاح يحذر اللاعبين من التهاون وسليمان يسعى لتحقيق مجد شخصي باقصاء حق حامل اللقب سليمان لو مؤمن سليمان لاعب الزمالك الاسبق والمدير الفني لنادي المستقبل. الوفد في دور ال 32 لكاس مصر الزمالك في مواجهه سهله امام نجوم المستقبل بالدفاع الجوي. اما اليوم السابع الزمالك يبدا مشوار الكاس بمواجهه نجوم المستقبل. اليوم الابيض يلعب بدكه البدلاء والدخل الاساسيين للقمه والمنافس يلعب للشهره. من الوطن الزمالك يخشى مفاجات الكاس امام نجوم المستقبل. صلاح يمنع الفرصه للبدلاء وتحذير اللاعبين من الانذار الثالث. أزمة في صناعة الألعاب والضيوف يحلمون بالمعجزة أو يحلمون بالمعجزة. من الدستور في غياب 9 لاعبين لأسباب مختلفة الزمالك يبدأ مشوار الدفاع عن الكأس بمواجهة سهلة أمام نجوم المستقبل. مواعيد مباراة دور ال 32 أعزائي المشاهدين تبدأ اليوم بالزمالك ونجوم المستقبل، ثم الثلاثاء الأسيوطي والمقصة، الأربعاء الحدود مع مدينة كفر الزيات، الداخلية مع المنصورة، دجلة مع غزل دمياط. الخميس عندنا اربع مباريات، المصري والاتحاد، دمنهور والوسطى، النصر والمعادي، الاهلي وطهطا. الجمعه عندنا مباراتين، بتروجيت بلديه المحله، الاسماعيلي وطلائع الجيش. اما يوم السبت اعزائي المشاهدين فالرجاء مع غزل كفر الدوار والجونه مع النصر للتعدين. يوم الاحد في ثلاث مباريات، المقاولين والمريخ، سموحه صيد المحله، ام بي والشرطه. دي كل مباريات دور 32 وكلها ستذاع بالكامل عبر ملعبكم الكره في الملعب في سي بي سي 2. المباريات اللي هتبقى متعارضه مع بعضها هنذيع مباراه وناخد مباراه مسجله باذن الله عز وجل. دي المقدمه، اما التفاصيل فمع الضيوف الكبار كابتن ايمن يونس وكابتن خالد بيبو والتعليق لرامي باجت. انتظرونا. بعد تألقه وتربعه على قمة مسابقة الدوري الممتاز في موسمها رقم 56، يستهل الزمالك حملة الدفاع عن لقبه كبطل لمسابقة كأس مصر بلقاء فريق نجوم المستقبل في 5:30 مساء اليوم على ملعب الدفاع الجوي في الدور الأول للنسخة 83 للمسابقة العريقة. كل المؤشرات والفوارق التاريخية والآنية تؤكد أن البلانكو على موعد مع فوز سهل وربما عريض على ضيفه الطموح الذي يسعى لتقديم مستوى مشرف والخروج بأقل الخسائر أمام حامل اللقب للحصول على دفعة معنوية في سباقه الصعب لخطف إحدى بطاقات المجموعة الثالثة الصعبة في دوري الدرجة الأولى والتأهل لدورة الترقي لدوري الأضواء لأول مرة في تاريخه. محمد صلاح المدير الفني المؤقت للزمالك يفتقد في لقاء اليوم السداسي أيمن حفني وأحمد سمير وطارق حامد وأحمد عيد عبد الملك وخالد أمر ومعروف يوسف بداعي الإصابة والإيقاف، والبوركيني محمد كوفي بسبب مشاركته مع منتخب بلاده في نهائيات النسخة 30 للكان، ويستعيد الثنائي الآخر عمر جابر وحازم إمام بعد التعافي من الإصابة.
هذه الغيابات لن تؤثر كثيرا على فريق مدرسة الفن الذي يأمل في مواصلة نتائجه الرائعة هذا الموسم بعد أن قدم أداء مقنعا في الدوري وحصد 40 نقطة في موسمه 55 بين الكبار، منحته المركز الأول بفارق 3 نقاط عن مطارده المباشر إمبي بعد أن حقق 12 فوزا كان آخرها بهدف لاعبه الموهوب أيمن حفني مساء الأربعاء الماضي على مضيفه المقاولون العرب. أما نجوم المستقبل فحقق نتائج لا بأس بها في موسمه الثاني في دوري الدرجة الأولى بعد أن خاض 12 لقاء في المجموعة الثالثة، جمع خلالها 18 نقطة، احتل بها المركز الخامس بفارق 7 نقاط عن الشرقية للدخان المتصدر، ونجح الفريق في التفوق على أندية سبق لها اللعب في الدوري الممتاز كالسكة الحديد والمصرية للاتصالات في الجولتين 10 و11، ويخوض لقاء هام أمام الترسانة العريق في الجولة القادمة. تأهل الزمالك لهذا الدور دون لعب ضمن 20 ناديا تنتمي للدوري الممتاز على عكس منافسه الذي خاض مسيرة طويلة بدأت بالفوز على الإعلاميين بفارق ركلات الترجيح في الدور التمهيدي في 22 من ديسمبر الماضي، ثم تجاوز سيراميكا كليوباترا بهدف دون مقابل نهاية نفس الشهر قبل تفوقه بنفس النتيجة على الإنتاج الحربي في 4 من يناير الجاري. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، خليني ارحب بضيوف الكرام، ضيوفي الكبار كابتن ايمن يونس. مساء الفل. مساء الفل عليك. انت كنت شايل اخر كاس باين ولا اللي قبليه؟ اللي قبليه. اللي قبليه واللي فات. اللي فات كنت انت بتشكل شكلت. واللي قبليه مع الكابتن حلمي طولان. يعني قضيت وقت جميل. قضيت وقت كاس. كم مره في حياتك؟ في من جوه الملعب مره، من جوه الملعب مرة بس، مرتين ثلاثة حاجة كده. يعني الدوري 4 مرات اعتقد. في فترة برضو لا ما انا بحاول اغيظك بطريق غير مباشر، يعني ان انا الفترة دي كنا شركة مع بعض عايز اغيظك مش عارف. لكن الكاس طبعا وانت لاعب احساسه مختلف طبعا عن وانت اداري خالص. لكن كتير. طبعا خدت كاس افريقيا مع المنتخب مرتين. لا وكاس افريقيا مع الزمالك. ومع الزمالك صحيح. كابتن خالد بيبو منورنا. اهلا بيك كابتن. ليك شويه كؤوس برضه حلو. الحمد لله. انت ليك 3 اهداف تاريخيه، الناس بتفتكر لك اهداف اللي في الزمالك الاربعه، لكنه انت اللاعب الوحيد اللي في النهائي سجل 3 اهداف. مظلومين لما ده والله بتكلم. انت عندك رقمين قياسيين تاريخيين، يعني الاربعه في الزمالك ما حدش عملها، والثلاثه في نهائي كاس افريقيا. يعني يومك يا اهلي، يومك يا بيبو، يومك يا عريس. الله كان معلق فل يا اخي. هاكر صندوق بس كابتن، يعني كل شويه كده يبقى امتعنا. ده بقى عظيمه. ظبطوا عظيمه. النهارده ظبط ايمن لسه، عشان كل مره لك جبته. المره اللي فاتت كنا جايبين اجوان في مين اللي ما جابوش اجوانك انت الوحيد؟ في المقاولين. باين المقاولين. لا عظيمه. لا ليه 50 جون الراجل حقيقه يعني. لا طبعا كابتن، فعلا الملعب احلى حاجه في الدنيا وانت بتلعب. بص كابتن، يعني الهمنا كابتن محمود الخطيب قال لنا استمتعوا، ولان بعد ما تبطل، بعد ما تطلع من الملعب، هتبص لنفسك احسن حاجه عملتها في حياتك وانت بتلعب. طب انا عايز اقول لك حاجه، لحد دلوقتي الواحد بيجي له حنين للملعب. صحيح يا راجل، ده احنا لما رحنا نصور الاعلان ده اترميت. الملعب زي المجانين تاني، ده انا مكتفي بايظه مش قادر. والله نفسنا. وجمال عبد الحميد بيشوط ومش عارف. لا لا لا، ما تنكرش ان احساس الملعب ليه طعم تاني، الجمهور وصوت الجمهور. وبعدين احنا كان عندنا بقى ميزه، الجمهور كان بيدبدب، تلاقي الملعب بيتهز معاك. يعني هم لما عملوا الكراسي والحاجات دي بغيروا الموضوع. اذا كان الجمهور زمان الملعب يتهز وانت بتلعب. خلينا اقول للناس ال 11 لعيب تشكيل اوروبا، ده الموقع الرسمي للاتحاد الاوروبي. افضل 11 لعيب طبعا الالمان سيطروا، كابتن ايمن، كابتن خالد. صحيح. حبيبك. القائمه دي طبعا من خلال 8 مليون 600 الف مشجع. 8 مليون 600 الف مشجع الافضل باوروبا. القائمة جت كالتالي: مانويل نوير حارس المرمى الألماني، حافظ على نظافة شباكه 19 مرة في 32 مباراة بالدوري الألماني، تصدر 83% من الكرات اللي تلقاها. ما شاء الله. 83% ماشي؟ بلاش الإحصائيات. سيرخو راموس سجل 3 أهداف مع ريال مدريد بحملته النجاح بدوري الأبطال، يعتبر أكثر المدافعين تهديفا بالبطولة. دافيد ألبا طبعا لاعب الشهير. ده الشمال طبعا. بايرن ميونخ ده النمساوي الجنسية. لم يحصل على اي بطاقه صفراء
في اخر 89 مباراه له بالدوري ومدافع قوي. خلي بقى بص بص يعني مدافع، خلي بالك مدافع قوي من 24 مباراه في الدوري في عام 2014. جودوين يعني المدافع الشهير ده اللي جاب لهم، ده اللي جاب لهم البطوله، بطوله الدوري العام بهدفه الشهير بضربه الراس في شباك برشلونه، والاسبوع اللي فات سجل او اللي قبليه اسف سجل برضو مع فريقه اورجواني 18 مباراه بشباك نظيفه في الدوري الاسباني. يعني الاشتراك لي يعني الاختيار لاسباب، ده الفريق اللي قدام حضراتكم الابيض كله ده البايرن، البايرن الابيض ريال مدريد الابيض ريال ريال. انا اسف انا اسف انا متاسف انا متاسف المخطط بقى متلخبطه بقى المخطط، لكن بس اصل التوني كروس يعني اتخذ 3 ريال و4 بايرن. مظبوط 3 ريال و4 بايرن. يعني عندنا مانويل ناير بايرن ميونخ، سيرخو راموس ريال مدريد، ديفيد البا بايرن ميونخ، ديجو جودوين اتلتيكو مدريد، فيليب لام بايرن ميونخ ده الكابتن، لمس الكره 1042 مره في دوري الابطال عام 2014، ثاني اكتر لاعب لمسه للكره بعد توني كروس 1224. خلي بالك هو موجود برده في التشكيل. وفيليب لام ده راجل مدافع كابتن المانيا وكابتن طبعا واعتزل دولي وعنده 30 سنه. انخيل دي ماريا من ريال مدريد وانتقل الى مانشستر يونايتد، ارجنتيني الجنسيه، صنع اهداف اكتر من اي لاعب اخر بالخمس مباريات الاوروبيه اللي لعبها العام الماضي. صحيح. مرر 20 تمريره حاسمه. توني كروس بايرن ميونخ، وده خد احسن لاعب في المانيا على فكره، يتفوق على مانويل ناير، وبالتالي بيقول ناير انت مش هتخش في جائزه، يعني مش هتاخد كاس احسن لاعب في العالم او لقب افضل لاعب في العالم. اكثر اللاعبين تمريرا في بطوله كاس العالم 2014 من اهم اسباب فوز المانيا بالبطوله توني كروس من بايرن ميونخ طبعا الماني. قال روبن بايرن ميونخ الهولندي الحقيقه من اللعيبه الهايدين اصحاب حظ غير عادي، 17 فرصه صنعها المنتخب هولندا في المونديال، قدم عاما مذهلا مع بايرن ميونخ. ليونيل ميسي طبعا كالعاده لازم يكون موجود، الارجنتيني عاد الرقم راؤول جونزاليس الهداف التاريخي وتخطاه كمان بتسجيله يعني هدف اياكس في نوفمبر الماضي، رفع رصيده الى اكثر من 71. كريستيانو رونالدو سجل في اخر 17 مباراه لريال مدريد على ملعبه مجموع 30 هدف، لم يسجل المباراه الاخيره امام اسبانيولا لكنهم فازوا 3-0. زلاتان ابراهيموفيتش بس عمل احلى جون في التاريخ، عظيم احلى جون، عمل احلى جون، احلى باصه في التاريخ. زلاتان ابراهيموفيتش اصبح الهداف التاريخي للسويد سبتمبر 2014، تسجيله هدفين رائعين امام استونيا. يعني بنقول لهم بالتوفيق كلهم، ونتمنى ان شاء الله الكوره في مصر تبقى في لعيبه ناقصه من وجهه نظرك وحاجه. انت عايزين تقولوا لي حاجه ومتلخبطين؟ طب يلا نجوم المستقبل، تجربه تستحق الدراسه، واطلع فصل زي ما قلت بالظبط. يلا تحولت تجربة شركة المياه الغازية الشهيرة من مجرد مكتشف للمواهب الشابة في مدارس مصر إلى نادي رياضي لكرة القدم، تأسس عام 2006 وصعد بسرعة الصاروخ للدرجة الأولى في محاولة منه لتكرار تجربة سابقة بدأها المقاولون العرب في السبعينات واستمرت حتى بزوغ نجم مصر المقاصة، ومن بعده وادي دجلة في الألفية الجديدة. موسم 2007-2008 كانت البداية عندما شارك فريق الشباب تحت سن 18 في بطولة منطقة الجيزة، وأنهى المنافسات في المركز الأول على حساب أندية كبيرة وعريقة كالزمالك والترسانة، ثم شارك بهذا الفريق في دوري الدرجة الرابعة، وسرعان ما ارتقى للدرجة الثالثة التي قضي فيها موسمان قبل تأهله لدوري الدرجة الأولى في الموسم قبل الماضي. في الموسم الحالي قدم الفريق أداء جيدا في منافسات دوري الدرجة الأولى في مجموعة القاهرة القوية، حيث خاض 12 لقاء وجمع 18 نقطة، يحتل بها المركز الخامس في جدول الترتيب. مع نتائجه المقبولة في الدوري تألق الفريق في كأس مصر، وبلغ هذا الدور بعد أن تجاوز الإعلاميين وسيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي في الأدوار التمهيدية. ولأن قرى ومدن ونجوع مصر زاخرة بالمواهب، فقد ساهم هذا الفريق في اكتشاف العديد منهم قبل وبعد إشهاره، وأبرزهم حارس مرمى الزمالك والمنتخب الوطني أحمد الشناوي، ولاعب وسط منتخب الشباب حسام حسن. ومع هذا الثنائي هناك نجم الإسماعيلي أحمد العش وإبراهيم حسن،
كما قدم الفريق العديد من اللاعبين لمنتخبات مصر، كان آخرهم الرباعي خالد أسامة ومحمود عبد الحليم وجرجس مجدي وأحمد اسكندر الذين انضموا لآخر تشكيلة لمنتخب مصر للشباب مع ياسر رضوان. محمد الطويلة مؤسس ورئيس نادي نجوم المستقبل تعاقد مع مؤمن سليمان لاعب الزمالك السابق لقيادة الفريق خلفا لزميله تامر عبد الحميد في بداية نوفمبر الماضي. في 21 من شهر ابريل عام 1922 حقق الزمالك لقبه الاول في كأس مصر بخماسية في شباك الاتحاد السكندري واحرز لقب النسخة الاولى للمسابقة. وفي 19 من يوليو الماضي توج بلقب النسخة رقم 82 للبطولة على حساب سموحة ليؤكد علاقته التاريخية وعشقه الخاص لأعرق المسابقات المحلية في مصر. لقب النسخة الماضية الذي حسمه الفريق تحت قيادة مدربه الشاب أحمد حسام ميدو بهدف المدافع حازم إمام حافظ للأبيض على الكأس الذي توج به في النسخة السابقة بثلاثية بيضاء على حساب وادي دجلة مع المخضرم حلمي طولان، ورفع عدد ألقابه في المسابقة للرقم 23 منذ انطلاق البطولة مع تأسيس الاتحاد المصري لكرة القدم عام 21. اللقبين الأخيرين ولقب نسخة 2008 الذي تحقق على حساب إمبي بهدفي أسامة حسن وعمرو زكي أعادوا للنادي الكبير وجماهيره العريضة جزء من الكبرياء المفقود بعد تراجع نتائج الفريق في العشر سنوات الأخيرة وغيابه عن منصات التتويج المحلية في مسابقة الدوري منذ فوزه بلقبه 11 موسم 2003-2004. مع هذه العلاقة التاريخية تفتخر جماهير الزمالك دوما بالفوز التاريخي لفريقها على غريمه الأهلي بستة أهداف دون رد في 2 يونيو عام 1944، وذلك في نهائي النسخة 22 للبطولة بثلاثية لمختار حافظ زقلط وثنائية لمحسن السحيمي وهدف للساحر عبد الكريم صقر، وهو الفوز الذي منح الملكي لقبه السابع في البطولة وظل صامدا لأكثر من 70 عاما كأكبر فوز في تاريخ الكلاسيكو الأهم والأشهر في إفريقيا والوطن العربي. راحت الكرة لأشرف قاسم وإبراهيم يوسف لبدر حامد وطلع يمسكها وشاف الجول نادي الزمالك اللي جاب جمال عبد الحميد في الدقيقة 45 من الشوط الأول. على طول وشوطه في الجول، الجول الثاني، الجول الثاني لنادي الزمالك اللي جابه أيمن يونس. أيمن يونس الهدف الثاني للزمالك أحرزه أيمن يونس في الدقيقة 4 من الشوط الثاني. والله يا أولاد يا عيني على الحلاوة. في ماتش مدغشقر جاب 3 جوان، وادي خالد بيبو والكرة الطويلة لمحمد فضل، محمد فضل برأسه بيحطها جول يا بيبو، عملها عملها خالد بيبو، لكن فضل الحقيقة عملها له تمريرة شرعية 100%. يا سلام يا فضل، يا سلام يا بيبو، الاثنين انتاج كرسي البدلاء. تحسب لفتح مبروك توقيت التغيير يا جماعة، ما ننسيش كل حاجة للمدرب الأجنبي. هذا الرجل
ليه بصمه وليه في اهداف لنجومنا كابتن ايمن يونس في نهائي افريقيا امام افريقيا سبور وكابتن خالد بيبو في نهائي كاس مصر امام الاسماعيلي. ده لما زي لنا الاستوديو منورنا الحقيقه. انا ما قلت بقى الاف الكلمات لكن لقطه زي دي تقول لك مين اللي قاعد قدامك عشان كده تقتنع بكلامه لانه بيقول كلام واحد يعني عاش كل هذه اللحظات في الملعب. ده الملعب قدامنا الدفاع الجوي النهارده تصريح مش عارف الكابتن حماده المصري بيقول انه يعني احنا مش هنزيع الكاس مش عارف ليه. الحقيقه كابتن حماده لسه واخد مننا موقف الكابتن حماده مش قادرين ناخد منه موقف يعني مفيش وقت. خلينا اسالك بسرعه كابتن ايمن المباراه النهارده تحتمل مفاجآت ولا شبه محسومه للزمالك؟ لو في استهتار لو في نوع من انواع الدلع لو مفيش تركيز لو في حاجات في دماغ اللعيبه وهي نازله مباراه تحمل مفاجآت كتيره. دي مباراه كؤوس وهي مباراه كؤوس يعني انا كان لازم التقارير كنا عايزين نجيب ابرز مفاجآت الكؤوس على مدار عمرها الوقت بس يعني ممكن احنا الكاس انا اقصد الكاس طويل معانا يعني نقدر نقدمها يعني لكن طبعا مفاجاه في تاريخ الزمالك بني عبيد يعني دي المفاجاه الاكبر اللي كان ما حدش اي حد انا ابتديت قلت التركيز الاستهتار بالخصم كل دي عناصر تخليك تتساوى في الملعب اللي فاكر نفسه حاجه يبقى ولا حاجه في الملعب. اعتقد ان النهارده اللي فارق بس مع نادي الزمالك ان في عمليه تحديات خاصه ما بين اللعيبه فهو بيستغل اللعيبه اللي ما بتلعبش كتير يعني في لعيبه كتير ما بتلعبش. سيسي موجود، اوباما موجود، انت فاهم، شعبان موجود، اسلام جمال موجود، صالح موسى موجود، حوالي اربع عناصر مش اساسيه لكنه برضو العظم بتاع الفريق احمد الشناوي، احمد ديودار، ابراهيم صلاح، عمر جابر، باسم مرسي. هو يعني العمود الفقري حافظ عليه، القوة الرئيسية حافظ عليه وجملها من على الأطراف بلعيبة برضو محتاجة تثبت نفسها. صحيح. وده كان مهم جدا. فأنا أعتقد أن التحديات لفرقة الزمالك موجودة، مفيش استهتار، مفيش ثبات في التشكيل. أعتقد ده هيدي قوة وضغط قوي على فرقة نجوم المستقبل اللي هي بتبتدي حياتها بالظهور في محاولة الظهور. فكرتك زمان نجوم المستقبل دي قوي. لا هي مش فكرتي، فكرتي أنا وأنت. احنا أول لا لا أنا عملت لا لا أنا وأنت أول اثنين أنا أول اثنين يعني أنا وشوبير عملنا خدمة اجتماعية للمجتمع وعملنا مدارس من 17 18 سنة للأطفال. فأنا وشوبير كنا بنقدم نموذج للخدمة الاجتماعية اللي كتير قوي من نجومنا ما بتقومش. مش عارف بنكسب فلوس ولا بنصرف قد كده. كابتن خالد، هل نجوم المستقبل نادي القسم الثاني ترتيبه كويس يعني عشان الناس تبقى عارفة؟ هو لعب 12 مباراة، كسبان 4، متعادل 6، خسران 2، مسجل 16 هدف عليه 10، مدربه الكابتن مؤمن سليمان. لا فرقه كويسه يعني مش بطاله. هل النهارده بتلعب للاستعراض للتمثيل المشرف؟ هل التغييرات كتيره في فريق الزمالك ممكن تاثر عليه النهارده؟ كان في تقرير ان احمد الشناوي من المستقبل مظبوط يعني ده اقرب مثال احنا نقدر نتكلم ان لعيبه ممكن لعيبه منهم يروحوا نادي الزمالك يروحوا نادي الاهلي النهارده. ابراهيم حسن لعب الاسماعيلي من عندهم، محمد العش لعب الاسماعيلي، كتير الحقيقه موجودين يعني. مباراه كاس مصر دي بتبقى زي مزاد انت بتعمله لنفسك طبعا بالنسبه للفرق الكبيره ان انا موجود. بص على يعني حتى لو مش بتريش النهارده طبعا بص عليا بعد كده انا ممكن ان انا ابقى لعيب كويس، ممكن ان انا امثل اي فرق كبيره. عشان كده بتيجي من هنا صعوبه المباريات لان الولاد بيبقوا نازلين عايزين ياكلوا نجيله. اول مره العب على استاد القاهره وعايز ملعب الدفاع الجوي الدفاع الجوي النهارده انما هي بتبقى بالنسبه له حاجه مهمه جدا ان هو يبان بشكل كويس. لو حصل فعلا زي ما الكابتن ايمن بيقول وحضرتك بتقول تراخي او دلع او استهتار من اي فرقه من الفرق الكبيره قدام الفرقه الصغيره دي تبقى الامور صعبه قوي وبتحرجهم كمان. انت كمان بتبقى عشان ترجع في لقاء تاني وتركيزك وان انت عايز تكسب الامور بتبقى صعبه جدا. انما طبعا الناس زمالك فرقه كبيره وعندهم نجوم كبار فعلا النهارده ان انا بحافظ على ابراهيم صلاح في نص الملعب ده بيخلينا احافظ على اطلاق الزمالك. ايمن احمد الشناوي، احمد دودار، ابراهيم صلاح، باسم مرسي، عمود فقري. لا فرقه كبيره طبعا. الزمالك عنده فرقتين السنه دي، عنده فرقه اساسيه وفرقه احتياطيه يعني ممكن يؤدي باي باي شكل. بتاعته دكته تقيله قويه قوي برضه. لا تاثر قوي. وعندك احمد توفيق وعندك احمد علي عندك وبعدين بقى ولاد صغيرين جداد زي علي حسين ومحمد خليفه. خليني بس اعرف الناس باسماء فريق نجوم المستقبل لان ده حقهم علينا. محمد مختار، مايكل ارخومين ده محترف، سيد محمود، محمد علي، سليم عبد الخالق، احمد جمال، نصر رمضان، عمرو عماد، اسلام عبد العزيز، محمد همام، محمد رمضان، دكه البدراء اشرف بخيت، بيتر كلولي، نادر محمد، محمد السيد، حسام حسن، محمد بسيوني، محمد فوزي، في الزمالك جن، شودر عزب، حازم امام، احمد توفيق، احمد علي، علي حسين، ومحمد خليفه. يعني المباراه انت بتعتبرها شبه رايحه نادي الزمالك؟ طبعا نادي الزمالك لو بدا اللقاء بيهاجم او ان هو بيلعب مباراه
مهمة جدا زي ما هو ماشي في بطولة الدوري لا يكسب بسهولة ويريح نفسه ويبعد عن الإصابات ويبعد عن المشاكل اللي ممكن تنتج من المباراة الخفيفة أو الصغيرة ويدخل لعيبة كمان في فورمة الماتشات يعني خلي بالك النهاردة أنت عندك اللعيبة اللي ما بتلعبش دي لو أدت أعتقد بشكل مميز هيبقى لها دور في المرحلة اللي جاية يعني خاصة أن أنت مثلا مازال نادي الزمالك عنده بعض المشاكل في مناطق معينة في الملعب أنا ما أعتقدش يعني الوقت أنا أعتقد شوبير بيقلب فرقه بسرعة واللعيبة الشاشة طلعنا فما فيش وقت نتكلم كتير هنتكلم كتير بين الشوطين او بعد المباراه لكن المباراه فرصه كمان للي ما بيلعبش بس فرصه الاثبات بالاجاده دي مهمه جدا محتاجه تركيز ومحتاجه قوه ولا تستهين ولا تستهتر بلعيبه نجوم المستقبل لان هم عندهم الرغبه وعندهم الحماس وعندهم لقطه تقدر تعلم في حياتهم طول عمرهم لو قدروا يعملوا مفاجاه النهارده وليد عبد الرازق حكم الساحه اليوم مع اشرف متولي خالد رمضان محمد سعيد ابو المجد حكم رابع وريت وليد عبد الرازق النهارده مش عايزين عصبيه خلي الماتش كده تعدينا ريلاكس خلينا نروح لمعلقنا الجميل زميلنا العزيز رامي باجت موجود معانا النهارده ونقول للكابتن محمود بكر الف سلامه نازل برد خفيفه كده يرجع لنا بالسلامه عشان ما خدش الادويه بتاعته لا اسمع كلام كابتن محمود بكر ما خدش الادويه بتاعته خلينا نروح لزميلنا العزيز رامي باجت ونلتقي معكم بين شوطي اللقاء باذن الله التعادل بدون اهداف هي نتيجه الشوط الاول بين الزمالك ونجوم المستقبل في دور ال 32 لكاس مصر في شوط نجمه الاول والاوحد هو محمد مختار حارس مرمى نادي نجوم المستقبل لكن بصفه عامه كابتن ايمن الزمالك لم يقدم ايضا عرض المنتظر صح وصل وضيع والقائم والحارس تالق بعنف لكن الزمالك مش هو الزمالك الزمالك عمل كل السلبيات اللي بتعملها الفرق الكبيره لما تلعب فرق صغيره في 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 رؤيه او في قدره اداء يعني السلبيات او الضغط تلاقي مفيش ضغط خالص على الفرقه الصغيره دي لازم تضغط عليها في نص ملعبها عشان تغلطهم تمام. فانت سيبهم يكتسبوا ثقه طول خليني اترجم كل الحاجات دي فبتسيبهم يترجموا بيكتسبوا ثقه بمرور الوقت ان هم يتنقلوا مفيش ضغط عليهم في الملعب في نفس الوقت السرعه في صناعه اللعب تلاقي كل لعيب نادي الزمالك بيحط الكره تحت رجليه مره واثنين وثلاثه بطء في اتخاذ القرار البطء في التمرير البطء في التحول الهجومي كل دي حاجات بتدي للمنافس الصغير نفس تدي للمنافس الصغير قدره التواجد جوه المباراه ويكتسب الثقه تلقائيه لدرجه ان فرقه نجوم المستقبل راحوا بقى بعد الدقيقه 30 مزبوط. وضيعوا فرصه واثنين وفرص خطيره جدا على مرمى الزمالك رغم ان في فرصتين او ثلاثه او اربعه للزمالك لكن انت تحس زي ما اتكلمنا قبل المباراه ثقه زياده عن اللزوم احساس ان انا كسبان بص انا عمر جابر حتى يعني حتى باسم مرسي ما عرفش ياخد له مكان كويس يجبره على انه يبصيله فاكبر عمر جابر ان هو يكمل الكره دي لحد الجون يعني 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 انا شايف ان لعيبه الزمالك ما بتساعدش بعض ما بتتكلمش مع بعض في شكل شو استعراضي جيب جون انت عارف الماتش ده يتفك بجون ان الجون ده يوتر انت بتتكلم في ماتش كاس الجون ده هيفتح المباراه الزمالك كفريق كبير ادى بكل سلبيات الفرق الكبيره لما تقابل الفرق الصغيره دخل الفرقه في المباراه ادى تميز قوي لحارس المرمى بتاعهم وفعلا لاعب مميز محمد مختار ونجحوا ان هم يدوا له ثقه بكل ادائهم الهجومي رغم ان هم كان في ايديهم ان هم ينهوا المباراه تماما اعتقد كمان في حاجه خطيره جدا منطقه نص ملعب نادي الزمالك لو تتفرج ما فيش فيها غير عمر جابر فقط هو اللي بيأدي دوره الهجومي اطراف نادي الزمالك اليمين والشمال صالح موسى وحماده طلبه بعاد تماما بص كل الشخصيات الهجوميه لنادي الزمالك مش موجودين في الشخصيه الهجوميه لنادي الزمالك ابراهيم صلاح ومحمد شعبان بيأدي دور دفاعي مبالغ فيه عاملين بقى سلبيه بقى النهائيه عشان اختم الموضوع السلبيات الفرق الكبيره مبعدين الخطوط عن بعض المفروض فرقه نادي الزمالك النهارده خطوطها تكون ضيقه وده قرار مين ده قرار بيجي من عند ديودار وابراهيم صلاح الاثنين دول عاملين المسافات ما بين الخطوط كبيره في ده مخلي لعيب نجوم انتشار نجوم المستقبل مميز لو انت الخطوط بتاعتك ضيقه الانتشار بتاع نجوم المستقبل بيبقى غلط بيبوظ في الملعب فانت هنا بتبتدي تسيطر على الانتشار صوره الانتشار يعني انت فاهم الانتشار مش بالعدد الانتشار في المساحات الايجابيه اللي انت تقدر تجيب منها المفروض ان الموقف ده زملكاوي نموذجي من ناحيه الهجوم بس بالظبط سبعه اقف
2 4 6 7 مهاجمين وتحط حارس مرمى يبقى 8 يبقى في 2 مدافعين، يعني 7 من لعيبه الزمالك في المنطقه دي يا كابتن. بس خلي بالك دي اللقطه الايجابيه الوحيده اللي هم عملوها حلو، لكن هم بقيه الماتش ما يعني دي الكابتن محمد صلاح اللي بيقول لهم يعني دي اللي قام محمد صلاح وقعد يصوت العبوا اضغطوا عليهم فعملوا التواجد الايجابي، هي دي المنطقه بتاعت الفرق الكبيره اللي هو التلك الدفاعي لازم يضغط عليهم في المنطقه دي ما يخرجهمش من المنطقه دي، يضيق المساحات في المنطقه دي، يسرع رجل ابراهيم صلاح الكره بتطلع منه ببطء جدا، محمد شعبان الكره بطيئه جدا من عنده، عمر جابر بيجري بالكره زياده على اللزوم، الدعم الهجومي من حماده طلبه وصالح موسى مش موجود، والنتيجه دخلت فرقه صغيره ند بند مع فرقه كبيره. هل نجوم المستقبل هيصمد الشوط الثاني خاصه انه مباريات الكاس من دور 32 بتتلعب بطريقه ضربات الجزاء او ركلات الترجيح على طول، هل هيبقى فيه عنف شراسه استقتال روح قتاليه اكبر عند نجوم المستقبل في الشوط الثاني وده يصعب ان مهمه نادي الزمالك، او ممكن نجوم المستقبل يقدر ينزل يخطف هدف يصعب المأمورية تماما، لان الكابتن ايمن قال نقطه مهمه جدا، قال لك مع كل هذه العيوب والسلبيات بدا نجوم المستقبل من الدقيقه 30 انه يشارك في الهجمات على نادي الزمالك. هو مش عايز اكتر من كده، هو عايز طبعا هو شايف ان كان قلقان من نادي الزمالك، مخضوض من الاسم، مخضوض من الاسماء اللي موجودين، اسم نادي الزمالك لوحده واسماء اللعيبه كمان اللي موجودين جوه الملعب بيلعبوا قدام سيسي باسم اوباما ابراهيم صلاح لا اسماء كبيره نادي الزمالك لقى في الملعب مفيش الكلام ده، الناس كلها عنده المساحه وعنده الحلو، هو بيلعب زي ما هو عايز، مفيش الضغط اللي المفروض تحصل من لعيبه نادي الزمالك، مبسوط مباراه الكاس فيها كبيره هي الهدف الاول. الهدف الاول اول لما بيجي الهدف الدنيا كلها بتتغير زي ما احنا بنقول وزي ما الكابتن ايمن قال، هو احنا مستنيين الهدف، نادي الزمالك عمال ياخر في الهدف فبيدخل نجوم المستقبل في المباراه، كل ما هم الهدف هيتاخر كل ما نجوم المستقبل هيحسوا ان هم بيقدروا يعملوا باص، وبعدين هم كمان عندهم في زي ما بقول انتشار جيد فبيلاقوا بعض، بيعمل باص مفيش ضغط فانا براحتي فبوصل للجون هضيع مره وناحيه اليمين كمان هم ابتدوا يخترقوها مره واثنين وثلاثه راحوا من ناحيه اليمين الاوفر مش كويس بس رحت وصلت المنطقه انا ما كنتش احلم ان انا اروح لها ان انا اوصل لغايه 18 نادي الزمالك واعمل كوره بالعرض واحط كوره جنب العارضه، ده كان بالليل وهم بيفكروا في مصر ما كانوش يحلموا ان هم بالكلام ده، هم كانوا قالوا نادي الزمالك هينزل من بدايه اللقاء يضغط يجيب هدف المباراه هنفضل ندافع، انما لا لقوا مساحات ولقوا الوقت ولقوا كل حاجه هم عايزينها جوه اللقاء، لان نادي الزمالك ساب لهم كل الكلام ده وريحهم، حتى كمان ابتدى الهجمات بتاعتهم بقت فيها صربعه مظبوط، يعني انا خلاص انا بقيت متصربع قوي عايز اجيب جول خلاص انا ابتديت قلقت وبعدين هم لما بداوا يضيعوا ابتدوا يروحوا لل 18 ابتدى لعيبه الزمالك في ذاكرتها طبعا الكاس ومفاجات الكاس والخضه بتاعت الكاس ممكن اخرج من الكاس، لا الامور هتبقى صعبه جدا الشوط الثاني، انا متهيألي ان الزمالك مش هيبدا كده مش هيبدا زي ما هيغير طبعا لازم هيبدا بشكل افضل هيضغط عليهم بشكل اوضح، شايف انا ابراهيم صلاح متنرفز وده المفروض هو لازم يغيره لانه عنده انذارين وكله خايف من انذار الثالث عشان مباراه الاهلي، دي نقطه مهمه جدا انا كنت بقول عليها لان ابراهيم صلاح مؤثر جدا في نادي الزمالك، نادي الزمالك ان هو يخسره في مباراه تغيره لما تجيب جون يا شادور ويبقى الماتش خلص يعني هم اللعيبه ما ساعدوش المدرب على انه كمان يفكر فيهم في الماتش اللي جاي فبقى مزنوق في الماتش ده، انذار الثالث تبقى مشكله وعامل خلي بالك انت خلي بالك ان انت عندك محمد صلاح عنده كومبيتيشن او مسابقه خاصه مع نفسه في استمراره في المكان ده فبيخليه عايز يكسب على حساب حتى لعيبته دلوقتي يعني انت فاهم، خلي بالك الحاله النفسيه اللي بيفكر فيها المدير الفني طبعًا هو مش بس بيفكر في لعيبته وده مين عنده انذار ده انا لازم اكسب عشان احاول افضل مستمر ودي صعبه بالنسبه له والمباراه صعبه، هل هيلجا لدكه البدلاء؟ يعني انا لو موجود مكان الكابتن محمد صلاح هفكر على طول في حازم امام لازم واحمد علي لازم حازم امام يكون موجود، انا ممكن استنى شويه على احمد علي باسم وعبد الله السيسي ممكن يكملوا شويه وياخدوا الفرصه، انا محتاج مختار ده حارس نجوم المستقبل محتاج ان انا يبقى عندي جبهه قويه اشتغل بيها بدل ما عندي طبعا لا بس بص بقى بيبو شوبير لما قالها واحمد علي لان عبد الله السيسي وباسم مرسي الاثنين بيلعبوا في نفس المنطقه وبيسرقوا من بعض مش بيعملوا منطقتين يلعبوا عليها خلي بالك في الاثنين بيلعبوا على نفس المنطقه يعني انت الكره الاخيره اتفرج اللي باسم لعبها بدماغه الاثنين واقفين ياردة بينهم وبين بعض ما حدش خد القريبه يا شوبير الاثنين عايزين ياخدوا الكره من الحته دي يعني ما فيش تعاون هجوم يعني ما فيش واحد بيحاول يتنازل عن مساحه وياخد مساحه مختلفه قد يكون احمد علي بديل جيد انه يحيي اثنين على المرمى لان الاثنين دول
ادائهم بشخص واحد، لان الاثنين بيلعبوا في 2 متر في 2 متر، مش مدين بعد هجومي كامل لفرقه. انا قلت لو هو بدا بحازم شويه ان انا اخش اللقاء افتح الملعب افتح الملعب شويه، لا ما فيش جبهات. ممكن الزمالك ولا جبهه يمين ولا جبهه شمال، ممكن لما حازم موجود ويبقى عندي جبهه قويه وبروح كتير ممكن يبتدوا يوصلوا لبعض. انا مش عايز اخسر سيسي كمان، لان هو لعيب جيد وبعيد جدا عن المباريات بقاله فتره، فلما هغيره بين الشوطين هخسره في الفتره القادمه. فانا بقول ان انا لو فتحت جبهه وابتدى يبقى فيه زياده كتير قوي لنادي الزمالك، ممكن ان هم يبتدوا يخشوا مع بعض. واخر تغيير احمد علي، انت تقصد ان هيحصل ممكن توجيه ما بين الشوطين بس للاثنين، ان هم يتوزعوا في ال 18 بشكل مختلف. صحيح. لان الاثنين درجات انسجامهم او درجات التحرك سهله ليك قوي يا شوبير لما تبقى جون، والاثنين بيقفوا في يارده واحده، ده الجول كيبر يطلع يقفل عليهم كل حاجه، الباك بيقف بيمسكهم في لعبه واحده، يعني هم مسهلين قوي الماموريه على نجوم المسابقه. لكن لو توظفوا صح، لو توزعوا صح، لو تواجدوا في منطقه 10 متر ما بينهم وبين بعض، هيسببوا مشاكل كتيره لنجوم المستقبل. وده مهم، ده دور محمد صلاح، ده مهم جدا ان هم يدوروا على بعض، لان هم فعلا محتاجين يلعبوا وعندهم امكانيات، بس هم ما بيوصلوش كويس. أيوة يعني بس يا بيبو الاثنين عايزين يثبتوا نفسهم لمحمد صلاح، ده مشكله. يثبتوا نفسهم على حساب الفرقه. انت فاهم يا جوبير المعادله دي؟ الاثنين عايزين يثبتوا نفسهم على حساب الفرقه، فبيقفوا في مكان واحد. انا بيتهيألي لو فتح جه الهدف الاول ونزول حازم امام وفتح الجبهه قويه جدا بالنسبه لنادي الزمالك، ممكن الامور تتحل ويبقى انا محتفظ باحمد علي لو الامور زنقت اكتر. يعني في الدوري الانجليزي الارسنال كسب ستوك سيتي بثلاثيه نظيفه، انتهت المباراة مانشستر يونايتد تعادل مع ساوثهامبتون بدون اهداف، دوري الاسباني اتلتيك بلباو خسران على ملعبه من التشي 0-1، دوري الايطالي سامبدوريا فاز على امبولي 1-0، الدوري الايطالي روما كان خسران بهدفين للاشيء امام لاسيو ستيفان ماوري وفليبي اندرسون دقيقة 25-29، لكنه توتي سبحانك يا رب هو اللي سجل الهدفين في الدقيقة 48 والدقيقة 64. لاس فيرونا كسب بارما 3-1، فيورنتينا كسب باليرمو 4-3، كالياري كسب تشيزينا 2-1، واتلانتا تعادل مع كيفو فيرونا 1-1. في اتحاد كرة القدم المصري ما خدوش قرار بالنسبة للمؤمن ولا المعروف ولا الخالد قمر، الوضع كما هو معلق، لأنه الزمالك لسه هيبعت اللعيبة للتحقيق، والوضع متصاعد من مجلس إدارة الزمالك ضد أحمد مجاب رئيس شؤون اللاعبين، ضد علاء عبد الصادر رئيس جهاز الكرة بالنادي الأهلي، ضد وائل جمعة مدير الكرة بالنادي الأهلي. وأيضا اتحاد الكرة نفى جملة وتفصيلا إنه بيتوجه ناحية أي حد لاختياره كمديرا في النادي الاتحاد المصري لكرة القدم. كانت ترددت أسماء الكابتن محمود سعد والكابتن محمد عامر، لكنه كل الناس داخل اتحاد الكرة نفوا يعني ان هم اتفقوا مع حد، بل انه بيقولوا هم بيميلوا لمدير فني اجنبي قد يكون من المدرسه الالمانيه للاتحاد المصري لكره القدم. انت رايك ايه، ده ينفع مدير فني اجنبي؟ والله لو جابوا مدرب اجنبي الماني وجابوا معاه مدير فني اجنبي الماني، هقول لك بقى بلاش القصه بتاعت زمان انه بلاش المدير الفني بتاع الاتحاد يشتغل مع المدرب، هيبقى فيه نوع من انواع التفاهم، بس يجيبوا حد ليه خبره. ده ممكن نناقش ده بعد المباراه. ليون دي حلوه قوي، ليون مهمه، ليون هتصدر الدوري الفرنسي لانه كسبان 2-0 تولوز، ودي هتبقى فرصه بالنسبه له. ده كل دي نتائج بعد نتائج امبارح، بعد نتائج يعني نتائج امبارح هي اللي كانت مؤثره اول امبارح كمان. يعني انت في الدوري الانجليزي مثلا مانشستر سيتي بيتعادل وتشيلسي بيكسب، فيرجع تاني بينط فوق نقطتين. باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي بيتغلب 4-2 وهزيمه غير عاديه. انت قلت لي احصائيه غريبه جدا، واسوأ ريكورد تاريخي لابراهيموفيتش جري في الملعب ما كملش كيلو في المباراه، ما كملش كيلو، ما كملش كيلو. تخيل اللي هم اللعيبه بتعمل في اوروبا يعني كان بيتمشى، يعني لو بيتمشى مش هيملك ده، وقف كتير كمان في المباراه. ابراهيموفيتش واضح ان مزاجه كان عندنا وقت قوي. كابتن ايمن، كابتن خالد بعد المباراه واضح انه مشاكل النجوم الكبار بدات، يعني ميسي مع يا سلام بدات تبقى واضحه جدا. انا شفت امبارح التمرين هو نازل، طبعا انت عارف حضرتك هناك في احترام، الصحفيين بيبقوا موجودين هناك ما بيندوش، بيقولوا ميسي رونالدو بالاسم الاولاني، ليو ليو كله قاعدين ادى ظهره ونزل. انريكي كان على اليمين، هو نزل على التمرين على الشمال على طول، في الوقت اللي بارتوميو اللي هو رئيس النادي بيؤكد انه ما فيش مشاكل ومش همشيه، وقال مش همشي انريكي كمان. دلوقتي حماده انور اداري نادي الزمالك قال لنا انه ابراهيم صلاح عنده انذار واحد، اهو احمد علي نازل غالبا على حساب عبد الله السيسي غالبا، خلينا نشوف كده. ارفع يا عم، ارفع الله يسترك، الله يخليك، الله يبارك لك. وليد عبد الرازق عامل شوط حلو والراجل عمال يضحك مش على حساب اوباما كمان. يعني هل هيعمله على حساب انا اتصور على حساب سيسي، ما يظلمش على حساب سيسي، اتصور على حساب سيسي. هو المنطقي سيسي، ان هو سيسي احنا ناقشناه حلو قوي، احنا ناقشنا دي ان الاثنين مش متفاهمين قوي في ال 18، بس زي ما قال بيبو انه
ولا ما اعرفش حضرتك قلت انه هيبقى بالنسبه له دمار بالنسبه لعبد الله السيسي، هيبقى من الصعب جدا انه ياخد هو غيره على حساب السيسي. طيب خلينا نروح لزميلنا رامي بهجت، احداث الشوط الثاني من مباراه الزمالك ونجوم المستقبل في كاس مصر، واللي انتهت احداث الشوط الاول بالتعادل السلبي بدون اهداف. بصعوبة بالغة الزمالك اتأهل لدور 16 من بطولة كأس مصر على حساب نجوم المستقبل الذي تقدم بهدف ولا أجمل لمحمد همام، تسديدة رائعة على يسار أحمد شناوي حارس مرمى نادي الزمالك، ولكن سرعان ما نجح البديل أحمد علي في إدراك هدف التعادل من جملة أيضا رائعة داخل منطقة جزاء نادي نجوم المستقبل، ليتمكن نادي الزمالك من التعادل 1-1. وصبرت جماهير الزمالك طويلا حتى قبل النهاية بثلاث دقائق فقط لا غير، عندما نجح احمد علي في استغلال عرضية ولا اروع من باسم مرسي ليعلو فوق الجميع ويسجل على يمين الحارس المتألق محمد محتار ليضمن الزمالك الصعود الى دور ال 16 في بطولة كأس مصر. كابتن ايمن، عايز اقول للناس انه دايما المباراة دي بتبقى كده، انا فاكر كان عندنا مباراة الاهلي كنا بنلعب شبان انا في انا، والحقيقه ما كانوش موجودين خالص، والصدفه ان احنا لعبنا هناك طبعا انا كلها اتقلبت عن بكره ابيها، وألان هارس لعب بالتيم البديل ولعب عمل زي كده احمد صلاح كده لعب بعمود فقري بس، وبعدين برضو الدنيا ما مشيتش. فاكر عشان كده قلت احمد علي من الصوره كانت قدامي، نزل ايمن شوقي ومحمد رمضان كانوا اتنين مهاجمين كل واحد جاب جون خلص صعدنا للدور وخدنا كاس مصر. لا احنا توقعنا التغييرات تماما، ان احنا قلنا درجات الانسجام ما بين باسم وسيسي معدومه، هو ده اللي كان عامل مشاكل، لكن اول مره اشوف جون يخش في الزمالك حلو كده. يعني احنا لما عظيمه يسخن بقى ويخش معانا في الماتش، لما اتفرج على الجون والتنقلات اللي حصلت ما بين اللاعب نمره 7 اسلام واللاعب نمره 10 محمد رمضان، الاثنين دول هم اللي كانوا عاملين شخصيه الفرقه. حتى لما غلط المدرب كان بص يا كابتن عادي بقى، بص محمد، بص اسلام ده لعيب عملها ازاي، بص لعيب بقى ده نمره 10 حطها محمد رمضان حطها. طب انا عايز اقول لك حاجه عظيمه، ده من الاول خالص ده اللعبه دي قبلها اربع لسه خمس العاب قبل ما يلعبوها، يعني يا ريت نجيبها كلها. يعني هم بص التوقيفه وتبقى يخش، وزي ما انت قلت مفيش ضغط من مفيش ضغط خالص من يعني مفيش احلى من كده. بص راح حطهم بص راح ده مسلكها، ده لعيبه الزمالك عاملين كل حاجه كمان رافعها سنه بالظبط. يعني اقصد الفرق الكبيره كلها في العالم دلوقتي والزمالك المفروض منهم بيلعبوا الدفاع المتقدم، الدفاع المتقدم المنطقه اللي لعب فيها نجوم المستقبل دي اللي فيها ابراهيم صلاح ومحمد شعبان، والمنطقه دي تتقطع منها الكوره، لكن اخطاء غير عاديه. اولا الكثافه الدفاعيه من لاعبين الزمالك على الكوره ضعيفه جدا، الالتزام بالتحرك المهاجم، معقوله في مهاجم بيتحرك كده سيرد باك نادي الزمالك وبيتمشى جنبه يد وداره وبتخليه يشوط كده من غير اي اشتراك او من غير عنف؟ اعتقد كمان الشناوي ما عرفش يلاقي رجليه عشان يزق منها للكوره. يعني انا ارجع بيها دي معلش عظيمه، لان شوبير كان بص على اللابتوب، ارجع شوبير بص عليها، حتى كمان الشناوي ما لقاش رجليه يا بيبو اللي تزقه للكوره، لان حارس المرمى من غير رجلين ولا حاجه، مش موضوع ايدين، رجلين مفيش رجلين. فلما عادة عظيمه دلوقتي هتشوف ما عرفش يزق نفسه للكوره الهدف. يعني بص هو هنا بص بيتزحلق معاه، ما خدش الدايف ده بيتاخد من زقه رجلين جامده جدا. يعني برضو قد تكون هي الحياة شطت حلو. بص هنا بيجري هل الجرية دي، انا اعتقد ان الشناوي محتاج جرية عرضية مش جرية، هو عوج جسمه عشان يجري، هو لو خد خطوتين بجنب رجليه وخد الدايف بتاعه يصدها اسهل من كده، رغم ان الكره محطوطه حلوه بس المسافه تسمح. بس هو وضع جسمه غلط مرمي على وشه، ما انا قاعد اجيبك يمين شمال وانت مش عايز. لا بالعكس عشان اشوفك كويس. بس يعني قاعد مرمي على وشه. لا مرمي على وشه، بص مرمي على وشه، هو عنده تاخير سنه. بص يعني الجون اللي في حجم الشناوي لازم يصدها. خدتها من على لساني. الكره دي بتاعه حراس المرمى الكبار بيصدوها يعني بيتعاملوا معاها، والشناوي من حراس المرمى الكبار رجليه متحركه وحش قوي، اتزقت رجليه من على الارض وحش قوي، ما عملش الدايف اللي يصد، وقبليه دفاع وحش قوي في حاله الاسترخاء برضه. يعني والله انت قلت عليها، لا في حاله الاسترخاء يعني مش مجهز نفسه، مش هيجيبوا جون يعني مش هيلعبوا، يعني كلها حاجات في الخفيف
ما عندوش التوقع انه ممكن يعملوا لعبه حلوه زي دي يعني. فبالتالي التلبيه كانت ضعيفه شويه. رد فعل كان اقل يعني. من الكوره. الكوره عايزه ثانيه او جزء من الثانيه. وعايزه جسم مظبوط وحركه مظبوط. عطار على وشه. بس انت قلت لنا عشان انا بقول لك لف رجله اليمين لقدامه وخدها. مع ان رجلين الصعب بتاع الناس الوضع التشريحي. لا انت مش تشريحي. نسمع احمد علي. نسمع احمد علي. نادي الزمالك اسلام جمال واحمد علي. يعني بنسجل احمد علي اسلام جمال. انا هقول كلمه هتقول ايه يا احمد علي؟ لكن النهارده قبل الماتش هتعمل ايه؟ اول لما تنزل. كان هو كان احمد كان النهارده كان عايز يبدا. انا قلت له النهارده لما عرفنا التشكيل قلت له ما تزعلش والله العظيم يا احمد اول ما تنزل هجيب جون. وده حصل ولا لا؟ حصل يا احمد ولا لا؟ استنى اسلام انت معايا وانت معانا شايف النهارده صعود نادي الزمالك دور 16 ازاي وايه اللي كهرب المباراه كده؟ ده الطبيعي اللي احنا لازم نسعد. طبعا احنا احترمنا طبعا لازم نحترم الفرقه دي. احنا كنا نازلين اصلا كنا نازلين مركزين فيها ان احنا نجيب الجون الاول والثاني. بس هو الماتش كهرب وطلعت فرقه محترمه جدا. احنا لو كنا درسناهم كويس فرقه دوري ممتاز كنا نركز اكتر من كده. بس احنا نحمد ربنا على المكسب النهارده وصعود الدور اللي جاي على فرصه مجددا في صفوف نادي الزمالك. بيعني انك انت القادم افضل بالنسبه لك خاصه ان كنت بعيد عن مشاركه المباراه في المباريات. انا بحمد ربنا طبعا تاني مشاركه ليا اساسي. انا بقالي 6 شهور زي ما قلت قبل كده في الاعلام ما لعبتش بقالي 6 شهور ماتش رسمي وده تاني ماتش ليا وباذن الله بزيد كل فتره وفتره. حني بقى احمد علي اهو حبيبي ده كابتن شوبير معانا النجم شباك نادي الزمالك احمد علي وهو هداف بدرجه قدير جدا لان النهارده الهداف اللي بينزل في اي وقت وبيخلص. احمد النهارده انت كنت عند حسن ظن جماهير نادي الزمالك وقدرت ان انت تغير مجرى المباراه. في البدايه قول لي شايف المباراه ازاي وصعود نادي الزمالك دور 16 من كاس مصر. والله اديك شفت زي ما احنا شفنا النهارده الماتش اتصعب علينا شويه لكن الحمد لله بخبره بعض اللعيبه اللي موجودين في الملعب قدرنا نخلص الماتش الحمد لله. احمد اللعيب الاحتياطي بيبقى نوعين، لعيب قاعد ومتضايق ان هو ما لعبش اساسي ولعيب تاني قاعد بيذاكر بيشوف المباراه رايحه فين وده بيفيده. انت كنت انهي من اللعيب النهارده؟ انا دايما في حياتي مش في المباراه دي بس او اي مباراه دايما في حياتي عندي تربص لاي وقت هكون موجود فيه في الملعب لان انا في كباتن كبار. اول حاجه ان انا احافظ على اسمي وشكلي ومستواي. قبل شكلي ومستواي انا بلعب في نادي كبير جدا نادي الزمالك فلازم اي وقت تكون موجود فيه في الملعب لازم تكون على قد المسؤوليه لان انت بتلعب في نادي عنده جماهير وبينافس على بطولات. فما ينفعش ان انت مثلا لعيب سواء بتبدا سواء بتنزل الشوط الثاني ما ينفعش ان انت لعيب تبقى زعلان. ما فيش حاجه اسمها زعلان في الكوره. انا زعلان بنزل الملعب واعمل اللي عليا. حته ان انت تلعب او ما تلعبش دي بقى بتاعه ربنا وبتاعه المدير الفني انت مالكش دعوه بيها. بس الصح ان انت كلاعب لازم تكون قاعد مركز طول الوقت. قول لي كابتن صلاح كانت تعليماته ايه وانت رؤيتك لدفاع نجوم المستقبل كانت ازاي؟ انا كان انا في ماتشات يعني الحمد لله انا كان تفكيري في الماتش ده وانا قاعد بره انا كنت عارف ان انا هنزل ما بين الشوطين يعني من قبل الماتش. بس رؤيتي وانا قاعد بره ان انا الفرق اللي زي دي الفرق الدرجه الثانيه بتيجي شويه مقفله الملعب وبيبقى فيه زحمه. فاحسن حاجه ان انت تستلم في ظهرهم يعني احسن حاجه ان انت تنقل وتعمل كرات طويله في ظهرهم. فانا كنت مكلم زمايلي ما بين الشوطين وانا نازل حماده طلبه وكذا حد ان هم يعملوا لي الكره في ظهرهم طول الوقت يعني. فالحمد لله ربنا اراد يعني ان احنا نكسب النهارده. يعني احمد علي يبعد عن المباريات يبعد عن التشكيل الاساسي هو احمد علي وحسيته التهديفيه عاليه جدا. بتعمل ايه عشان تفضل محافظ على تركيزك ده؟ ولا حاجه بتمرن كويس الحمد لله. نادي الزمالك عمل صفقات كتيره جدا السنه دي كل الصفقات دي لازم تاخد فرصتها. انا شويه استنيت شويه فرصتي فالحمد لله. يمكن طلعت فتره طويله بره ال 18 شويه رجعت العب تاني فالحمد لله دي ما بتفرقش معايا. اللي يفرق معايا تمرين ان انا اتمرن كويس. قول لي بقى اخيرا 18 يوم مباراه القمه الاهلي والزمالك شايف الاهلي ازاي والمواجهه المرتقبه دي ازاي؟ والله لسه بدري على الماتش ده. النادي الاهلي نادي كبير ونادي الزمالك نادي كبير ومباريات القمه ما بتبقاش. لكن انا اي ماتش بلعب فيه بيبقى عندي يقين ان انا هفوز الماتش ده. فما بتفرقش بقى ايا كان بتلعب مين انت بتلعب على بطوله فلازم تفوز في كل الماتشات اللي هتلعبها. حسب الاحداث شويه وشايف دفاع الاهلي ازاي؟ لا انت بتتكلم كلهم لعيبه كبار وكل لعيبه النادي الاهلي لعيبه كبار زي ما لعيبه نادي الزمالك لعيبه كبار. فالماتش هيبقى ساعتها اللي بيجتهد اكتر ان شاء الله نقدر نفوز يعني ان شاء الله. نشكرك كابتن شوبير. ده كان لقائنا مع احمد علي ومعانا باسم مرسي. كابتن شوبير على الهواء. باسم مرسي ازيك باسم؟ معانا كابتن شوبير على الهواء. باسم مبروك النهارده الفوز. وباسم مرسي وانت موجود لاقناك كده على الهواء لانك انت نجم كبير. باسم اولا شايف النهارده الفوز النهارده ازاي؟ طبعا انا بمسح كابتن شوبير الطنطاوي زي
يعني مساء ضيوف الكرام. انا شايف ماتش النهارده والله ماتش زي ماتش، احنا اهم حاجه اللي احنا كسبنا 3 بونت، وما هي مش الاداء، اهم حاجه اللي احنا كسبناه. بس مرسي النهارده المباراه الماضيه ما كانش موجود في التشكيله الاساسيه، النهارده موجود في التشكيله الاساسيه، وانا شاهد عيان يا كابتن شوبير ان بعد المباراه روح قويه جدا ما بين باسم وبين كابتن محمد صلاح. ما عندكش مشكله سواء احتياطي او اساسي بتلعب، ما فيش اي مشكله. بص انا كابتن احمد عيد قاعد، كابتن دودار قاعد، وبعدين الناس كلها قاعد، انا لما اقعد انا ما اقدرش اتكلم يعني. انا بصراحه اصلا قاعد مع بعض الماتش، انا كنت بريحك، فانا ما عنديش اي مشكله حتى لو ما بيرهنش عادي، انا الناس كلها قاعد هنا اتكلم ليه. وبعدين اللي بيلعب مكاني يعني جم احمد علي او خالد او سيه، كلهم يستحقوا لهم ملعب. قول لي بس الروح اللي انت بتتكلم عنها دي هي سمات فرق البطوله، ازاي الجهاز الفني سواء الكابتن اسماعيل او الكابتن صلاح وصلوها للعيبه وخلوكم تتقبلوا كافه القرارات؟ اه طبعا يعني اي حد يلعب، بس اهم حاجه نكسب، والمكسب الاخر يعني ده احسن حاجه. انا العب خالد سيسي احمد علي كابتن احمد عيد كابتن دودو، اي حد يلعب، بس اهم حاجه المكسب بتاعته بنت في الاخر. كلامك ده يرد على اللي حاول يعمل مشكله في خروجك في المباراه الماضيه قبل نهايه الوقت الاصلي كده، خرجت من الملعب البعض كان حاسس انك زعلان، كنت زعلان عشان ما لعبتش ولا زعلان ما لعبتش؟ طبيعي يعني، اي انا ما جبتش جون النهارده صح، بس كسبت، بس انا من جوه انا زعلان ما جبتش جون. انا بحب العب يعني، انا طبيعي انا ازعل، بس مش ازعل الفرقه ما تكسبش، انا جوه انا عايز العب يعني، وانا عايز اجيب جوان، بس القصه تفرق معايا ان انا بحب العب وبحب اجيب جوان. بس مش معاك انك انت المهاجم نجم الشباك اكتر اهداف في نادي الزمالك متعدد، كان ما فيش مشكله؟ ما عنديش مشكله، انا كل بيفرق معايا لما العب ببقى كويس واجيب جوان، بس دي تفرق معايا يعني. النهارده ما جبتش جوان زعلان. لا هنتكلم عن حديث الساعه، الاهلي والزمالك كمان 18 يوم، شايف المباراه دي ازاي؟ لا انا ما بفكرش في ماتش الاهلي، بفكر في ماتشين السعوديه، وبعد السعوديه بقى بفكر في الاهلي ان شاء الله. سمات الفرق الناجحه ان هي مرحله بمرحله. صح كده؟ لما يجي الاهلي بقى انا مفكر فيه ان شاء الله. شكرا بس. شكرا جدا. كابتن شوبير ده كان لقائنا مع باسم مرسي نجم هجوم نادي الزمالك، عوده الى الاستوديو. عايز ايه؟ ما تتحركش بقى رؤيتك رؤيتك للمباراه النهارده كابتن صلاح؟ حتى الكباتن في الاستوديو عارفين دي مش كاس تمام، يعني مواجهه متعسره سهله، خاصه مع الفرق اللي هي بتبقى ايه جايه بتلعب قدام زمالك اهلي اسماعيلي، ما عندهاش الامل في الفوز غير 10% 15%. لكن احنا النهارده ما لعبناش بالطريقه الامثل، لان كان في بعض اللعيبه في ارهاق في غيابات، بس ده مش حجه او مبرر، لكن اقدر اقول لك ان احنا برضك بعيد واقول ان في رجاله حتى البديل اللي بينزل بيعمل طفره او تغيير في النتيجه، مثلا زي احمد علي رضا النهارده بقى له اكتر من 5-6 شهور ما لعبش، بنغير في الباك شمال، والحمد لله عندنا 2 دلوقتي يعني مستوى جيد، فكل حد ليه مكاسب، لكن انا كنت واثق من المكسب، وكنت واثق من ان حتى رفيق صدام هيكسب، بس الفرقه بتلعب كوره كويسه مش مستعجله، لان لما تيجي تقول الزمالك كسب نجوم المستقبل خلاص طبيعي صح؟ عشان كده كانوا بيلعبوا بارتياحيه، احنا كنا متعصبين شويه عندنا بعض التسرع. طيب النهارده كان في كثير من التغييرات في التشكيل الاساسي، اعتقد لو كانت النتيجه غير ايجابيه كان هيبقى في لوم على كابتن صلاح، ولا انت كنت مضطر لهذه التغييرات في التشكيل الاساسي للفريق؟ في حاجات اضطراريه في اماكن معينه، يعني اولا احنا عندنا النهارده برضك عملنا مجازفه ان احنا لعبنا عمر وحازم، هم عندهم انذارين لسه جايين من فتره توقف اصابه يعني. الحاجه الثانيه في بعض اللعيبه بتلعب في كاس، انت عندك ناس راحت المنتخب الاولمبي 4، وعندنا عيد ايقاف علي جبر كان عنده انذارين، بتاع ده ايمن حفني كان عنده شد خفيف. طيب النهارده المكاسب بتدي فرصه، انت قلت لي ان في المباراه الماضيه مباراه المقاولين قلت ان انت هتدي لكل اللعيبه بتديهم الفرصه، اديت النهارده لسيسي اديت لاوباما وعدد من اللعيبه، راضي عن مين وعلامات استفهام على اداء مين؟ لا مفيش علامات استفهام على حد، انا راضي وربنا يرضى عننا كلنا طبعا، لكن هو نقدر نقول ايه؟ ان احنا لازم نساعد سيسي لعب كويس جدا 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 وخاصه في الصندوق، لكن بقى له فتره كبيره ما لعبش، فالنهارده لعب شوط، بعد كده ممكن يلعب شوط ونص، بعد كده يلعب ممكن الماتش كامل ان شاء الله، ربنا يعني يبارك له في تهديف او هدف يفرح بيه، فهتلاقيه كويس قوي لان هو احنا محتاجين كل الناس. السبب الاساسي في تراجع اداء الزمالك في الشوط الاولاني، وعملت ايه مع الطفره الهجوميه لفريق نجوم المستقبل وجرأته بعد ما تقدم بهدف في اللقاء؟ قلت لحضرتك دي سمات مصريه في اللعيب المصري وخاصه في الكاس، ملوش كبير، وبره وجوه تلاقي ممكن مثلا درجه ثانيه، انا اسف طبعا ممتاز به ياخد الكاس،
وبتبقى اول مباراه صعبه جدا. تتذكر السنه اللي فاتت برضك قبل ما نيجي كان الزمالك والمحله 2-1 بالعافيه، فاكر في استاد القاهره؟ فالبدايه بتبقى صعبه قوي، لكن لما فيها مكسب في ارتاحيه وفي ان شاء الله سفريه كويسه نرجع بعد كده نستعد النادي الاهلي ان شاء الله. طيب المستشار مرتضى منصور حسب الجدل قال ان الجهاز اللي موجود كده كده موجود ومستقر، واي حد هيجي هيجي على الجهاز الحالي. الكلام ده يعطيكوا فرصه انكم تشتغلوا براحتكم ويبقى في استقرار للجهاز الفني الحالي؟ شوف اقول لك على حاجه مش مجامله، هو مدينا ثقه غير عاديه، سواء في اجنبي في مصري في اي حد، في ثقه ان انت تشتغل. وبدليل الحمد لله احنا كسبنا 3-4 ماتشات اللي فاتوا. في بعض اللعيبه كانت غايبه، في بعض اللعيبه لعبت بعد فتره، ده يحسب للجهاز، لان زي ما انت عارف احنا ايد واحده كلنا في خدمه الزمالك. الفتره القادمه توقف، لكن انتوا عندكم رحله وديه هتسافروا السعوديه وبعد كده ترجعوا لمباراه القمه، شايف مباراه الاهلي والزمالك ازاي؟ لا بس برضك غراب، يا لهوي ادينا فرصه يا كابتن، قول للكابتن ادينا فرصه يا كابتن نفرح شويه، لسه بدري. النهارده كان في الشهر 11 فضل 18 يوم صح؟ نقدر ناخد نفسنا واللعيبه كلها تسافر معانا ونعمل ماتش ان شاء الله مع الهلال، ممكن نقعد هناك نتدرب لغايه ما نيجي هنا في مصر، وقبلها 48 ساعه ان شاء الله يبقى كل الامور سليمه ان شاء الله. شكرا كابتن محمد صلاح المدير الفني النادي الزمالك على سعه صدره، يعني تحمل كل الاسئله من الزميل ماجد غراب. ماجد عايز اخد كل الانفرادات وكل الاسرار، وايضا من قبله النجوم سواء باسم مرسي او احمد علي او اسلام جمال، لكنه في النهايه كابتن ايمن زي ما قال كابتن صلاح مباراه كاس، يعني دايما بيبقى لها حسابات والمدرب بيحاول يدي فرص اللي بيلعبوش اللي مركونين بقالهم فتره، خاصه لما تكون مع فرقه من الفرق الصغيره نسبيا. كان نجوم المستقبل واحنا حذرنا من قبل المباراه، وانا كاتب حضرتك النقاط اللي انت قلتها كلها ما بين الشوطين حقيقه، وكلها مفيش ضغط، ادى الثقه للفريق المنافس، السرعه غير موجوده، البطء في كل شيء، سمح لنجوم المستقبل بالمشاركه في نهايه الشوط بالوصول لمرمى الزمالك، وبالتالي كان عنده فرصه انه في بدايه الشوط الثاني انه يحصل ده، وبعد 7 دقائق سجل هدف، الفعاليه ما كانتش موجوده، الخطوط متباعده. ايه اللي حصل يعني بعد هدف نجوم المستقبل، ايه اللي حصل يا كابتن ايمن؟ لا انت برضو في فروقات نفسيه وبدنيه وطاقات تحمل اللعيبه اللي موجوده في الملعب، ودي مش مكتمله تماما عند فرقه نجوم المستقبل، لكن الضغوط اتحولت قوي على لعيبه نادي الزمالك، وبدليل ان الكابتن محمد صلاح تفاعل مع المباراه وبعد الهدف وغير من طريقه لعبه. صديقك اسماعيل يوسف. لا اسماعيل يوسف مدير الكره بنادي الزمالك. كابتن اسماعيل مبروك التاهل النهارده الصعب كعاده مباريات الكاس لدور ال 16. الله يبارك فيك، وتحياتي للكابتن شوبير وكابتن ايمن وخلوده. كابتن اسماعيل، جماهير الزمالك دي النهارده المباراه ايه اللي هقربها كده؟ شيء طبيعي، يعني المباراه اصل احنا داخلينها باكتر من هدف بالنسبه لنا، يعني داخلينها ان احنا نعدي دور في الكاس، وعارفين مدى صعوبه المباراه واحترامنا الشديد لفرقه نجوم المستقبل، لان مباراه كاس الزمالك قبل كده بني عبيد، وفي يعني في تاريخ منيل في ماتشات الكاس، فكان اهتمامنا، وفي بعض اللعيبه احنا ريحناهم لان عندهم انذار تاني. ف زي مين يا جماعه؟ زي احمد توفيق وزي علي جبر، واضطرينا ان احنا نلعب عمر جابر وحازم لانهم عندهم انذارين، اضطرينا مع التحذير ان هم يعني ايه يعني ما ياخدوش الثالث. والحمد لله رب العالمين، يمكن المباراة اتصعبت لان ضيعنا في الشوط الاولاني كتير، اللي بيضيع معروف في الكورة ان هو لازم يستقبل، فده اللي حصل الشوط الثاني، ودخل فينا هدف من هجمة منظمة بالنسبة له، والتغيير بقى يعني قدرنا احنا نجيب هدفين كويسين جدا، والحمد لله رب العالمين. كابتن اسماعيل، وانا بسجل مع اللعيبه لاحظت روح جميله موجوده في نادي الزمالك، اللعيب اللي بره اللعيب اللي جوه كله في هدف واحد. انا بس عاوز اعرف هل القصه معنويه فقط، ولا انتوا اتفقتوا ان ماديا كمان المكافئات اللي بره على الدكه زي المكافئات الاساسيه؟ لا، هو الروح دي موجوده بقى لها فتره في نادي الزمالك، ومنذ تولي الجهاز المسؤوليه الكابتن صلاح والمجموعه اللي موجوده، وعايز برضو مجلس الاداره واقف مساند للفرقه بطريقه قويه جدا، مستشار مرتضى واقف جنبينا، ما فيش عندنا متاخرات. طبعا مستشار مرتضى، متاخرات ما فيش، يعني الحمد لله رب العالمين. واللعيبه عندنا لعيبه محترمه برغم صعوبه المباراه ورغم عدم رضائنا عن المستوى الفني في جزء كبير من بعض المباريات، انما انا احب اشكر اللعيبه لان بتبذل اقصى جهد ليها، واعتقد الفتره اللي جايه
مزيد من الراحه، لان كل 4-3 ايام مباراه دي برضو مصعبه الامور. في مكاسب انا بالنسبه لي في المباراه دي كبيره جدا، ابرزها عوده رضا العزب، عوده احمد علي للتهديف بقوه، يوسف اوباما عودته لانه بقى له فتره غايب، لسه معلش هو سيسيل لعيبه كويسه جدا بس محتاج مباريات كتير. النهارده ظروف الجيم ما سمحت لناش احنا كجهاز فني ان احنا ايه نديله اكتر من كده، لان الجو لو كان جبنا جون او هدفين في الاول كان الامور كانت تبقى اريح شويه. انما انا بقول ان نادي الزمالك روح معنويه كبيره جدا، زائد ان اللي جاي بالنسبه لنا ان شاء الله فنيا هيبقى اعلى. جالكوا حاجه رسميه بالنسبه لخالد قمر ومعروف يوسف؟ ما جاتش، انا احنا في المباراه انا الحين، انت بس عشان الشياكه بتاعتك بالبدل. ربنا يخليك، لا ما جالناش حاجه. طيب عمر جابر موجود في الملعب، واضح ان في اتفاق يعني ان اللاعب هيكمل في نادي الزمالك ان شاء الله. باذن الله عمر هيكون موجود في نادي الزمالك ان شاء الله، يعني بطمن جمهور نادي الزمالك الفتره اللي جايه. عمر تاني كابتن في الفريق يعني، وانا في لقطه بس اقول لكابتن احمد شوبير فيها على مدى حب وارتباط عمر جابر بنادي الزمالك. بعد الهدف الاولاني لما احمد علي جاب الهدف، مين اللي جاب الكوره من الشبكه وباسل فانيلا؟ يعني عمر جابر، يعني هتشوفها في الاعاده هتلاقي هو عمر جابر. مدى حب وارتباط عمر جابر بنادي الزمالك كبير جدا، ما ينفعش ينفصل عن نادي الزمالك. اسمين نجمين كبار مرتبط اسمهم سواء كانوا بيلعبوا في الزمالك او بين الزمالك بنادي الزمالك، محمد ابراهيم وشيكابالا، في جديد في هذا الملف؟ محمد ابراهيم ان شاء الله موجود. موجود لا من غير تفاصيل، يعني انا اعرف ان هو قابل المستشار مرتضى منصور والموضوع خلص بالنسبه له، يعني ان شاء الله على السنه الجايه بدايه السنه الجايه يكون موجود. لكن هو تم اتفاق على اعارته لاحد الانديه؟ لا لسه، يعني هو احنا نادي الزمالك يحق ليه بقى في الفتره الجايه اللي هو ان شاء الله يكون يعيره في حته يعني. ولسه موضوع شيكابالا لا ما يعني مفيش اتصالات وديه يا كابتن معايا على شيكابالا على طول، بس لازم هو يحل المشكله هناك في سبورتنج لشبونه، لان المشكله هناك اكبر شويه من مشكله محمد ابراهيم. تمام كابتن اسماعيل، انا عارف ان انا بتكلم مع قيمه كبيره في نادي الزمالك ومسؤول كبير في نادي الزمالك، واحنا داخلين على مباراه القمه الاهلي والزمالك والاجواء متوتره، انت شايف طب ايه المطلوب من الاعلام في الفتره القادمه من هنا لغايه المباراه؟ ايه التوتر في الموضوع؟ يعني طول عمر لقاءات القمه بيبقى فيها اثاره، لكن توتر انا ارفض الكلمه دي، لان احنا والنادي الاهلي واخواته عايزين نعمل مباراه تليق باسم نادي الزمالك وباسم النادي الاهلي، ولسه الدوري طويل، المباراه دي مش هتحسم حاجه. امال لو في بقى مباراه يعني نهايه البطوله ومباراه الاهلي والزمالك هي اللي تحسم الدوري، يبقى في يعني توتر؟ لا مفيش توتر. انا هجيب لك بس هين تفاصيل خالص، موضوع مؤمن زكريا وخالد قمر ومعروف يوسف عن المباراه داخل مستطيل الارض، هي مباراه في مستطيل داخل مستطيل الارض. بالنسبه لنا 3 نقاط مهمين، هو بدري انت الكلام فيها لسه لغايه يوم 29، لكن انا بقول ان المباراه ان شاء الله تطلع تليق باسم نادي الزمالك، يهم نادي الزمالك ان هو يحسم اللقاءات لعده اسباب. احنا بالنسبه لنا مهما كانت الغيابات اللي موجودين طبعا فيهم البركه، واعتقد ده ان الاوان ان احنا نشكر مجلس الاداره اللي وفر 17 لعيب اللي قعدوا يتريقوا ويقولوا اصل جايب 17 لعيب ومستشار مرتضى مش اوانهم اصابات، يعني اقل ماتش احنا بنخشه ماجد حوالي خمسة وستة مش موجودين، فالحمد لله نقدر نكسب. بس في سؤال بقى قبل ما نسيت تساله انت، انا هسالك لسه برضه سؤالين، قول لي طب لا قول سؤالك لا اخر حاجه بالنسبه للكاس، هتقابلوا مين في الكاس وتفاصيل الرحله بتاعت السعوديه؟ لا تفاصيل الرحله بتاعت السعوديه ان شاء الله عندنا مباراه، هنسافر بكره الساعه 5 وعندنا مباراه مع الهلال السعودي يوم الاربعاء الساعه 6 بتوقيت القاهره، 7 اعتقد بتوقيت السعوديه، وهنعمل عمره يوم الخميس وان شاء الله، ونرجع ان شاء الله باذن الله، ونرجع الجمعه باذن الله. بالنسبه هتقابل مين في الكاس وقول لي السؤال اللي انا نسيته. معرفش احنا ماتش بماتش على طول. طب ايه السؤال؟ السؤال الجهاز باقي ولا ماشي؟ ما هو ده السؤال. لا ما هو المستشار مرتضى منصور، انا سالت الكابتن محمد صلاح، المستشار مرتضى منصور حسم الجدل، انا بتابع اول باول، فعارف ان هو قال لكم ان انتوا كده كده موجودين مع اي حد. برضه لا ده بقى خلاص بالدماغ اول ما بخش البيت حتى. انت قاعد ولا ماشي؟ كل سنه وانت طيب يا كابتن اسماعيل. ربنا يخليك. ده كان لقاءنا يا كابتن شوبير مع الكابتن اسماعيل يوسف مدير الكره بنادي الزمالك، وهو كان شايف ان النغمه الكتير هم ماشيين ولا قاعدين، لكن مستشار مرتضى منصور حسم الجدل في الموضوع ده، وحتى لو مدير فني اجنبي جه الجهاز اللي موجود هيفضل موجود. عوده الى الاستوديو. شكرا ماجد، بس كان نفسي اساله هو الجهاز قاعد ولا
اسماعيلي رد اسماعيلي رد اسماعيلي رد عليه ثاني. اسماعيل من الظرفاء الناس اللي دمهم خفيف وليه دور مؤثر ربنا يوفقهم ان شاء الله عز وجل. كابتن ايمن يعني برضو ارجع تاني للمباراه نرجع الجانب الفني كيف عاد الزمالك الى اللقاء ده مهم جدا. عايز اوري الناس بس الهدف الاول لانه في جدل على مواقع المتسلل وهجزمها لكم تماما دلوقتي. اتفضل يا كابتن. بالظبط كده. لكن خلينا نقول ان التغيير الحقيقي في الزمالك في التغييره اللي تمت بنزول احمد علي مكان سيسي ده عدل من الشكل الهجومي لنادي الزمالك. رغم كده بس عشان تشوفوا هنا لحد هنا لا لا يعني ما تتخوروش بس في الحكم. بص هو رجل احمد علي كده سابقه ماشي خلينا بس لانه الخط هنا حاسم رجل احمد علي سابقه بس هنشوف. لا ارجع بقى لمسه الكوره خالص. لا الكوره وقعت على الارض. ارجع الكوره في رجل باسم يعني رجعها سن. ايوه هنا المس بقى الكوره من هنا مع باسم. المس الكوره بس اقف هنا. هي الكوره كده طلعت. الكرة كده طلعت. كملها بس كمل الكرة كمل الكرة كمل اللعبة كملوا يا جماعة اللعبة تمام. يبقى اللي بيقوله ايمن صح. ارجع تاني سنة صغيرة. ارجع سنة صغيرة مع لمسة الكرة. لا ارجع سنة صغيرة كمان سنة كمان سنة صغيرة كمان طلع كرة فوق كمان. هنا بقى ايوه طلع الكرة فوق لحظة اللمس. لا طلع كرة فوق سنة لسه الكرة كده نزلت كمان. من رجله. لا اطلع العكس 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 رجع الكرة الرجل باسم بس ايوه كده ايوه بس هي اللحظة دي. هي دي اللحظة في كل الاحوال رجل احمد علي سابقة بثانية بس كتف المدافع سابق. نخلي بالنا بقى نشوف بقى بالخط بتاعنا يا جماعة ما تفروها لنا ما احنا شفناها جوه الخط. ورينا الخط يا شبير. ما هم لازم يجيبوا لنا الخط لا جوه. رجع تاني احنا مش عايزين الكرة جون احنا عايزين لا الخط. لا انا عايز الخط بتاع التسلل الخط جوه اللي عندنا اللي بيظبط التسلل تمام. لا ده الخط ده كده مش مظبوط ولا كده مظبوط الخط مظبوط كده مظبوط كده على ايديهم بالظبط هم الاثنين كده ايديهم الاثنين هم مظبوط كده الاثنين يعني تقريبا على خط واحد شبه لاين شبه لاين. لو على خط خلي بالكم بس يا جماعه في التسلل خط واحد يبقى مفيش تسلل. لو في شك يبقى لصالح المهاجم. لو في شك يبقى لصالح المهاجم عشان تبقى قصه. طب انا عايز اقول لك بقى حاجه كمان علشان اللاين مان واقف فين. احنا خلينا نتخيل لاين مان واقف فين. هنشوف بقى واقف فين على نفس اللاين الاصفر اللي انت عامله مظبوط والزاويه دي تجزم له ان هما الاثنين وان لاين نو واي يجزم بصوابع رجلين ان هو في ترطيف صوابع قد يكون في ترطيف صوابع. لكن هنا الكره في رجل باسم لحد دلوقتي مش تسلل وهي بتنزل من رجل. لا 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 هو بص يا كابتن بص مش تسلل. اسوء الفروض هم على خط واحد فاسوء الفروض على خط واحد. سؤال ثاني مهم اللاين بيبص على الجسم من فوق ولا الرجلين من تحت؟ لا على الجسم بس مش على الايد. الايد هي الوحيده اللي ما لان الايد ما تجيبش جون. صحيح ايد المدافع تغطي التسلل لكن صدرك رجلك هم اللي في التسلل. هو لو واقف وراه لا يمكن يشوف لا يشوف رجليه ولا يشوف ايديه. الحاجه الوحيده اللي ممكن يشوفها هي دي. مزبوط. ما يقدرش يشوف اي حته ثانيه في جسمه. انا شايف ان هي وان لاين ودقيقه جدا. هم على خط واحد تقريبا مش على خط. رجل احمد علي سابقه كتف وكتف يا سلام عليه وادي دك نجوم المستقبل سابق نفسه رجله سابق فالاثنين تقريبا شبه متساويين وقد تكون الغلبه كمان بالكتف اكتر شويه لمدافع نجوم المستقبل. لكن لو الاثنين على خط واحد الهدف صحيح. حتى لو هناك شك يا جماعه خلي بالكم انا بقول لكم القانون ما بجيبلكوش حاجه من عندي صح. الشك لصالح المهاجم. التسلل تسلل لكن لو المساعد عنده اي شك يفسر لصالح المهاجم. برافو عليك. القصه دي لو مع الاهلي هقولها كده لو مع الترسانه هقولها كده لان البعض ساعات بيلوم عليا ان انا بقول هذا الكلام لكنه عايزين تبقى شهاده لوجه الله عز وجل في الاخر. حتى في الكوره في الكوره انت بتخاطب الملايين فلازم تقول شهاده حق الراجل اللي سمعت عنه. وده دورك انت بالزبط. ما انت الله ده يعني انت اهلاوي وزملكاوي ده دورك يعني. كمحترف انك تشوف صح للمشاهد لان احنا اللي شفناه يلخبط اي حد. صحيح. كنا ان احنا نجزمه للناس هي دي الشطاره. احنا بنجزم ان لقطه خروج الكره من رجل باسم ما كانش في تسلل خالص لاحمد علي وكان في تساوي في المنطقه دي. خلينا ناخد استاذ محمد طويله الحقيقه يعني هو صاحب الفكره كلها هناك في نجوم المستقبل معاه لكن بنحييهم كلهم. عايز اقول ان احنا المجموعه الموجوده معانا النهارده ده اول جيل يبدا مع يلعب في الفريق الاول منذ بدا انشاء المشروع بتاعنا اللي هو مشروع دوري المدارس اللي بتقوم وراه شركه عملاقه كبيره جدا بتساعدنا وبتسبورت. اعتقد ان ده اول جيل احنا بيتعرض للناس. انا النهارده الحمد لله رب العالمين الهدف لم يكن الفوز بالمباراه. لاعب فريق كبير فريق محترم جدا. احنا كابتن مؤمن قبل المباراه قال لهم انا لو ما كسبتش
ممكن ما ازعلش، لكن ازعل لو ان كل واحد فيكم ما قدمش موهبته الحقيقيه وعبر عن موهبته الحقيقيه. الحاجه المكسب اللي انا واثق منه، انا لسه ما اتفرجتش على القنوات الفضائيه، الحاجه اللي انا واثق منها ان كل واحد النهارده في مصر شاف الفريق هيحترم الفريق وهيقدره وهيقدر المشروع وهيقدر الشركه اللي واقفه ورا هذا العمل اللي بيتعمل لصالح مصر. بشكر حضرتك. اهلا بيك. كابتن شوبير انضم لينا الكابتن مؤمن سليمان المدير الفني لنجوم المستقبل. عاوز اقول حاجه في الكواليس يا كابتن شوبير، الكابتن مؤمن راح لكابتن صلاح في بدايه المباراه قال له يا كابتن الزمالك ومتصدر الدوري، اللعيبه بتاعتنا بتتصور سيلفي، اداله احساس ان هم مش مركزين خالص، لكن اللي حصل في قول لي منوره دي ولا خدعه ولا ايه؟ منوره الحقيقه. بص انا هقول لك، الماتش ده مكافاه اكتر منه ان احنا جايين عشان نكسب الكاس، ده مكافاه للعيبه. احنا عدينا الشهرين اللي فات دول مجهود كبير جدا، كنا المركز العاشر بقينا المركز الرابع ولاننا ماتش مؤجل. اللعيبه عملت مجهود في التمرين خيالي، ما حدش اشتكى، ما حدش تأفف او قال مش عايز اجي التمرين. احنا بنتمرن الصبح عندنا بنطبق يوم كامل، كل الواد اشتغل بما يرضي الله احسن حاجه. حسيت ان الماتش ده مكافاه بالنسبه لهم. كان يهمني جدا ان الاداء اللي احنا بنشوفه في الدرجه الاولى به يظهر النهارده على المستوى الكبير عشان نعرف ان احنا شغالين صح. فالنتيجه النهائيه من الماتش ده ان احنا عندنا ثقه كبيره في نفسنا الحمد لله، ومتاكدين من الاسلوب اللي احنا بنشتغل بيه. في الشوط الاول ما حسيناش ولا بمحمد محمود ولا باسلام ولا بمحمد رمضان، الشوط الثاني شكل متغير هجومي، اداء الزمالك هو اللي ساعدكم ولا دي كانت تعليمات منك طمعا في تحقيق نتيجه ايجابيه في المباراه؟ طبعا الحمد لله احنا ما عملناش زون ديفنس بالمعنى التقليدي ان احنا بنقف على ال 18، احنا وقفنا على الدايره قدام الدايره واخر الدايره، وده اصعب لعب، محتاج تكتيك صعب جدا، محتاج ناس مركزه طول الوقت، وده حصل. احنا كان الفرق ما بين الفرود والاخر واحد في الديفنس حوالي 25 متر طول الماتش. احنا قفلنا الجيم تماما. نادي الزمالك لعب ماتشات في الدوري كان كل الفرص بتاعته بتيجي من العمق انفرادات، لكن تقريبا الفرص اللي جت علينا كلها كور عليها. بحمد ربنا ان التكتيك ده نجح نجاح كبير جدا. وصلنا الشوط الاولاني حتى اللي احنا عملنا فيه ديفنس صرف، وصلنا مرتين كنا ممكن نهدف. الشوط الثاني اللعيبه اتحررت وخدت على الجو، فلعبنا زي ما انت شفت كده. شكرا كابتن مؤمن. كتر خيرك، متشكر جدا. كابتن شوبير ده كان لقائنا مع كابتن مؤمن سليمان المدير الفني لفريق نجوم المستقبل. عوده الى الاستوديو. شكرا ماجد. معانا حكمنا الدولي السابق كابتن مدحت عبد العزيز له وجهه نظر في هدف الزمالك الاول. مساء الخير يا كابتن مدحت. مساء الخير يا كابتن شوبير، ازيك الدنيا؟ ازاي صحتك؟ الحمد لله يا كابتن، الحمد لله يا كابتن. تحيات كابتن ايمن يونس، كابتن خالد بيبو ليك يا كابتن مدحت. ربنا يخليك طبعا يا كابتن ايمن وكابتن خالد. بيمسوا عليك، ليك تعليق على الهدف يا كابتن؟ طبعا طبعا شفت كلام حضرتك عليه، تعليق كابتن ايمن وكابتن خالد. طبعا اللعبة صعبة جدا أولا. اللعبة من اللعبة الألعاب الصعبة طبعا بالنسبة للمساعد. لكن يا كابتن حضرتك ثبتت اللعبة أول ما باشا لعب الكورة. أول يا كابتن خليك معايا، أدي أول ما لعبها أهو كده لعب. كده لعب بس. كده طلع. كده طلع، لا كده خلاص طلعت من رجله خلاص. بص يا كابتن رجلي لاعب الزمالك. موافقك. جوه ال 6 يارد. تمام. خد بالك؟ تمام. اللعيب الثاني خارج ال 6 يارد. مظبوط. تمام. كده لعيب الزمالك اقرب لخط المرمى من لعيب نجوم المستقبل. انا على التسلل على الرجل يا كابتن قلت اوكي، لكن على الكتف قلت كتف المستقبل سابق. بص يا كابتن احمد. نعم. مستحيل الكتف يسبق، يعني لعيب مستحيل يكون اللعيب كتفه يسبق وهو خارج ال 6 يارده الا لما يكون لكن واقف كده يا كابتن، مستحيل السيزا يخش جوه ال 6 يارده. ليه؟ واخد بالك؟ هقول لك، لان يعني لعيب مش معتقد، لعيب واقف. عمر الكتف ما يسبق الرجل. واخد بالك؟ لكن رجل اللعيب بتاع انا لو ينفع تجيبوني واقف في الاستوديو اقولها، يعني لو ينفع ينفع، يعني انا كابتن اهو واقف اهو، انا رجلي اهي وكتفي كده، ايه المشكله يا كابتن؟ لا لا لا, لا معلش حضرتك انا كابتن اهو، انا واقف اهو رجلي اهي وكتفي اهو، ما هو سابق وما يسبقش ليه؟ بس بص يا كابتن احمد، كتفي سابق الخط ده كابتن 10 سم الخط ده. لا ما هو كابتن، كابتن انا دلوقتي كتفي سابق بنص يارد. تمام اهو اهو، مش وضع متاهب للجري، مش مستحيل كان حجر يا كابتن اهو. كتفي كده سابق مستحيل لا يعني ايه المستحيل فيها تشريحيا؟ ما انا حضرتك بس يعني يا ريت تمزجوا معايا صورتي. ما انا ما انا اقول لهم يا ريت تحطوا صورتي وصوره اللاعب على الشاشه. انا بس عايز اقول انه لا مش مستحيل، يعني انا مثلا ساعات بترمي كجون انا مواطي كتفي جون، انا مواطي مش مستحيل. نعم انا واقف، لو انا مواطي مش مستحيل. لو انا واقف ما هو مش واقف مستحيل طبعا. نشوف اللعبه ثاني، نشوفها ثاني، نشوفها ثاني كده طبعا. عشان كده بقول لك هي لعبه صعبه جدا جدا يعني. ما هو انا هو واقف كابتن، كابتن انا رجعت تاني وقفت، انا واقف اهو كده
تمام برضه سابق كتف لا وانت بتاخد رجلك بقى جسمك بالخطوه انا قصدي كتف سابق رجلي طبعا حضرتك يا كابتن يعني ممكن يكون كتفي بحذاء رجل لاعب زمان كابتن احمد يكون مسابق ب 10 سم نعم يا كابتن مستحيل يكون مسابق ب 10 سم اللي هو الخط يعني انت شايف ان الكتف ما يوصلش للمسافه دي من وجهه نظر حضرتك طيب خليني اخدك في حته بالقانون الشك بيفسر لصالح مين يا كابتن نعم يا كابتن الشك يفسر لصالح مين يا كابتن الشك لا في حاجه اسمها لو هم على خط واحد ما بقاش تسلم خلاص ما احنا مش مختلفين عادي انا كمساعد انا انت حضرتك قلت اللعبه صعبه جدا انا انا كمساعد عندي شك ابقى لصالح مين المهاجم ولا المدافع لا لو انا عندي شك يا كابتن اسيبها للمهاجم طبعا للمهاجم انا عندي شك دي ما فيهاش شك من وجهه نظرك السبب اللي قدامنا واضح ان رجل مدافع مهاجم الزمالك هي الكره خدها كابتن احمد الكره لسه ما خرجتش كده يا كابتن انا خد الكره كده لسه ما خرجتش كده لسه الكره ما خرجتش لا كده خرجت بالظبط لا لسه كابتن لا خرجت يا حبيبي خرجت لا خرجت والله معلش خرجت يا كابتن احمد انت كنت باك رايت ما تشوفهاش دي خالص انت معلش انت لا خرجت نشوفها يا كابتن خرجت طبعا من بص يا كابتن انا هكملها لك وارجع احطها لك بالعادي تاني بص يا كابتن بص خرجت اهي خارجه وخارجه بكتير تمام اصلا ما خرجتش حضرتك ممكن ترقص فيها لانها خبطت في الارض وبعدين راحت لاحمد علي واخد بال حضرتك لا هي كده كابتن خرجت خلاص هي كده خرجت تمام ده خرجت كده بقى لك جزء ثانيه كمان كده خارجه بكتير يعني مش ده الوضع اللي تحسب عليه تسلل او لا يا لا لو حتى كده برضه كانت رجل احمد علي هي هي يعني لو لا دي زائد شويه رجعت فريم صغير لو رجعت سنه صغيره لو نقدر بس نجيب لا بقى معقوله قاعدين نعمل ده كله وعايز اللاين مان في الملعب يجزم يعني. ان مقاس رجليه ال 44 فيهم 2 سم زياده هي كده بص يا كابتن كده خرجت خرجت تمام لا صب كده بقى كده خرجت نشوفها كده خلاص كده صب خلاص كده اول لمسه دي اول لمسه دي تمام بص يا كابتن بقى رجل الزمالك جوه السكس يارد والله ما مختلف بص الراجل نمره 4 بتاع احنا قلنا كل ده يا كابتن المستقبل. احنا قلنا رجل الزمالك سابقه وانا حتى قلت انا قلت كابتن احمد ايدي هنا ما كابتن مدحت كابتن مدحت هفترض بفترض وده انا قلته انه فيها شك انا بفترض ان فيها شك انت مش قادر تجزم بيه ارجع تاني اخد منك الشك يفسر بيبقى لصالح مين اكتر المهاجم ولا المدافع كابتن احمد انا قلت في بدايه كلامي اللعبه صعبه جدا تمام لكن فيها كابتن اللي مسهلها هنا خط السكس ياردة ده مساحه اللعبه واخد بالك هنا المهاجم اللي دخل السكس ياردة والمدافع خارج السكس ياردة مستحيل يا كابتن احمد الكتف هيكون داخل اكتر من 10 سم هيحط قدم اللاعب نفسه انت عايز بقى اللاين مان يقعد بقى يفكر ويعمل لا هو بيتكلم ان الخطوط هنا بتساعد ايه ده احمد علي لابس جزمه مساعد. لونها ابيض والجزمه لونها ابيض على الخط الابيض ما تديش اي رد فعل مجرد ان رجله ما لا يمكن يشوف. انت شايف انها تسلل يا كابتن مدحت نعم يا كابتن حضرتك شايف انها تسلل طبعا يا كابتن الخط موضح انها تسلل خالص اشكرك كابتن مدحت عبد العزيز شكرا جزيلا خليني اقول لك مانشستر يونايتد خسر على ملعبه 1-0 من ساوثهامبتون يعني كومان عامل شغل مش طبيعي مش طبيعي طب نروح لفصل شوبير مش طبيعي بص خد الحلقه ولعت وراح رايح بينا على مانشستر يونايتد وساوثهامبتون يا ابني يا ابني الراجل غير الكلام كله هنروح على فاصل روح على الفاصل وارجعوا لشوبير نشوف هيعمل معانا ايه عندي قناعه عن الهدف لا انا مقتنع الهدف صحيح طبعا انت لو شك حتى لو فيش شك يفسر لصالح طبعا المهاجم نروح لفصل نرجع مش عشان مش هزعل الكابتن ايمن بلاش يا عم مانشستر يونايتد جاد جريشه نجح في ايه؟ نجح في ايه؟ جاد جريشه وتحسين ابو السادات نجحوا في الكوبر في افريقيا في الكوبر للامم الافريقيه يعني هم هيمثلونا رسمي خلاص بص بقى ده بقى اهلي وزمالك وده جون فيه ايمن منصور وفي انا بس مش اوف سايد مش اوف سايد يا شوبير بص اللي جاي من ورا هناك ده مين؟ علاء ابو صادق بص داخل علاء ابو صادق بيتمشى منين؟ سابق ازاي؟ ايه؟ ايمن سابق سابق ما انا عارف ما انا سابق بس علاء عبد الصمد هو اللي مغطي انا كل الكرات دي صعبه صعبه عايز اقول لك كل الكرات دي صعبه كل الكرات دي صعبه يعني لو رفع اوكي ما رفعش برده مش اوكي يعني ده اهلي وزمالك مفيش حد يبص على بينا
بقول لك يعني بص انا بتفق معاك انا بتفق معاك دي صعبه جدا وما ينفعش نقعد نمسكها ونتفلسف فيها. خلينا احيي اعزائي احيي الحقيقه مجلس اداره نجوم المستقبل والجهاز الفني الاستاذ محمد طويله، كابتن مؤمن سليمان، شادي محمد طويله، وايليا بقى صديقك ايليا دياكوف ده عالمي، عمرو فتحي مساعد المدرب، نور مبارك مدرب الحراس، مدير اداري سيد محمود، طبيب محمد اسامه، واخصائي مصطفى مهدي، وفرقه محترم والله يا كابتن الف خير. وفيهم اتنين لعيبه تقال قوي نمره 7 ونمره 10 بعيدا عن اللي جاب الجول يعني الاثنين مميزين قوي اسلام ومحمد عمر واسلام عبد العزيز حاجه بيلعبوا كره جميله. تصدق ان محمد مختار الحارس تصدق ان سر من اسرار تغير المباراه خروج اللعيب نمره 10 بتاعهم ادى كل المساحات في منطقه نص الملعب ان الولد ده كان عامل مشاكل قوي نص ملعب نادي الزمالك خرجوا يمكن عشان مثلا انذار او شيء لا مفيش هو غيره لان هو قرر ان هو يلعب بطريقه تانية مختلفه وهو كان بيلعب البلاي ميكر للفرقه وكان عامل محطه كبيره قوي لفرقه نجوم المستقبل. الولد ده اول لما خرج فرقه نجوم المستقبل فقدت شخصيتها 69 نزل محمد سيد مكانه وحصل بقى نوع من انواع السيطره لفرقه نادي الزمالك 69 احمد جمال ومحمد رمضان نزل محمد سيد ومحمد بسوني والدقيقه 76 نزل محمد فوزي يبدو انه كان بيفكر في ضربات الجزاء ولا حاجه بدري لكن انا ادي الجول انت كنت عايزه من اولها كابتن ايمن ادي تاني لمسه انا عايز جون الزمالك بقى عدناك كتير هنجيب العظيمه يعني لا عملها حلوه من اولها بص هنا بص الضغط بص الكره رايحه للراجل سابه ازاي حماده طلبه وبعدين بص هنا الراجل رايح في وسط الكره نفسها بيبقى عليها كثافات بص هنا ثلاثه من لاعبي المستقبل على اثنين من لاعبي الزمالك شعبان ابراهيم بيجروا ورا الكوره بيتضربوا بسهوله بس خلينا اللقطه دي حلوه قوي ادي اثنين مهاجمين حلو قوي واحد هو اللعيب 4-5 اثنين خمسه وراء كل دول في نص ملعب الزمالك واثنين مهاجمين بقى ترجعها سنه بقى يا كابتن نرجع سنه عشان نبين انت احنا هنبين حلاوه اللعبه زي سلبيه اداء لعيبه نادي الزمالك نرجع يا شباب تاني سنه بس صغيره عليك بص هنا بص اللعيبه الفاضيه كام واحد كل يا سلام عليك كل الحلول اللي ان انا اباصي واحد ماسك الحكم كويس ده شعبان كله فاضي يعني شعبان لازم يرحل شمال مع الراجل اللي خد الكوره ده كل الفكره كابتن ان انا بفكر ان انا اعمل باص لقدام ده حاجه تميز تميز عالي لا ماشي هو الراجل اللي ما اتمسكش اللي هو احسن واحد فيهم نمره 10 ده كابتن ايمن لو تمرير عشان الكوره يعني لو التمرين كابتن محمد صلاح بيقول لهم سيبها عشان تتباصى ما تتعملش بالشكل ده بتكلم جاي كابتن احنا بين الشوطين قلنا لك الجمله بتاعه الهدف من قبل ما يجي عيوب الفرق الكبيره ازاي تتعامل مع الفرق الصغيره لازم بالضغط وبالرقابه لازم يكون في سرعه بوضع البطء ما تحاولش تدي المنافس الثقه ما تسمحلوش ان يشارك معاك في الهجمات ما تدلوش مساحه ما تبعدش خطوتك عن بعض اضغط عليه كلها اساسيات تلعب فرقه صغيره عشان تورطها الزمالك عمل العكس سوء انتشار دفاعي الكثافات كمان على منطقه الكره ضعيف يعني دايما المنطقه اللي فيها الكره لازم يكون اتنين بيدافعوا عليها دايما واحد الكره طبعا سلبيه لكن واتعملت حلو قوي الولد بصها الباصه جميله قوي والباصه حلوه قوي كل حاجه بعد كده بقى مش دي ده بقى اللي دي الشناوي اللي بتسيطر الحراس عشان نجيب يا سلام عليك طيب ناخد اجوان الزمالك كابتن بيبو برده بحيث ان احنا نحللها بشكل كويس صحيح ويعني نتكلم برده عليها لانه اولا توقيت هدف الزمالك فرق جدا يا كابتن خالد اكيد يعني بعد أكيد. ست دقايق فقط لا غير كانت ممكن مباراه عرب اكتر من كده بكتير صحيح بس طبعا في البدايه نجوم المستقبل في حاجتين كويسين هم حافظين كويس نعم وبيتحركوا بالكوره كويس يعني ما بيلعبوش بالثبات يعني مش كل واحد بيجيله الكوره بيوقف مكانه بيلعب كوره لا فهم بيتحركوا للكوره كويس جدا فبياخدوا مساحات اكتر من ان هو كل واحد ياخد الكوره تحت رجليه طبعا الهدف بتاع نادي الزمالك الاول يعني هدف جاي جدا يعني اتعمل من ناحيه بالعرض بشكل كويس التوزيعه اوباما التوزيعه طبعا اوباما عملها كويس التوزيعه اللي ما بين باسم واحمد علي بصراحه كانت مميزه جدا واحد اخر العارضه البعيده واحد موجود الاول صحيح الاثنين وزعوا مع بعض وخدوا ماله 18 اثنين واحد خد العارضه البعيده وواحد كان ماله 18 جوه زي ما كان الكابتن ايمن بيقول في الشوط الاولاني انه الاثنين في بؤره واحده او حتى بص احمد علي هو اللي عمل الكره من ورا وهو اللي راح كمل جاب الجول يعني بص التحرك والانتشار مختلف ازاي وادي باسم هناك وادي باسم رجعها وعمر كمان مكمل زياده رابع بعد 18 ده شيء كان التوزيع كان ناقص الشوط الاول باسم رجعها تاني احمد علي مركز مع الكوره وسارق كويس الباك ودخل على الكوره حطها بشكل جيد جدا يعني كان هدف مميز جدا انا بس كان ليا
حاجه في الهدف الثاني بتاع نادي الزمالك. التغييره اللي حصلت بتاعت نص الملعب هو الباك رايت خرج اللي هو سليم عبد الخالق ورجع مكانه لعب عمرو عماد. عمرو عماد ده لعيب نص ملعب ولعيب اشول، فما قدرش لما نشوف الهدف الثاني بالذات هتبص تلاقي باسم بيعمل الكوره مش ممكن ان الجون الثاني الهدف الزمالك الثاني بقى الفرق الكبيره لما تلعب الفرق الصغيره المساحه موجوده ازاي بتتحرك في المساحه جميل. بس هي الفكره هنا، بص الراجل صعب جدا ان انا اعمل اوفر بالشكل ده يعني الراجل بص فاتح له الزاويه خلاص هو يعمل اوفر زي ما هو عايز. ده سهل يعني الف ب كوره ان انا اخد خطوه في زاويه الباص، انما بص الراجل ده عمل الاوفر من زاويه صعبه جدا يعني من الصعب ان هو يعمل اوفر كده من الضيقه دي. ده لازم اخد خطوه كده قفلت جول خالص. فدي خبرته لان هو لعيب نص ملعب واشهد زي ما بيقول الكابتن ايمن، فما قدرش وما لعبش في الحته دي خالص، فمش قادر ياخد الوضع التشريحي المظبوط عشان انا في الباص ما قدرش يقف كويس، فراح راح وقف ولعب كنص ملعب اللي هو التحليق ما لعبش باك رايت ان انا بضغط في المنطقه دي. بص فضل يحلق في حلق فباسم عملها من زاويه صعبه جدا في كره القدم ما بتحصلش. بص الراجل قاعد يحلق تحليقه بتاعت واحد في نص الملعب لسه بيحضر اللعب انما دي المكان ده بتاع واحد باك رايت لازم يضغط المكان ده فباسم عملها من زاويه ضيقه وده صعب في الكوره. طبعا احمد علي نط فوق كل الناس لان هو مميز وعنده لا هو موهوب، هو راجل هو بتاع الحته دي يا كابتن، هو بتاع الحته دي حطه في المكان ده بس حطه في المكان ده واعمل كوره عرضيه. ما ينفعش ان انا كمان يعني ان انا ابقى احطه في المكان ده وما بلعبش كوره عرضيه. انا لاقي حاجه بس نقطه عن حازم امام. حازم امام انا مستغربه، اول حاجه لعب في حته صعبه جدا يعني حازم امام دايما المفروض يلاقي المساحه دي هو اللي يروح لها بالكوره او يروح لها من غير الكور، ما يفضلش ان حازم امام واقف فيها واحطه في المكان ده فبخسره كتير. وبعدين نقطه دي نقطه يعني تغييره في المحل هو المكان هو اتلعب ما لعبش في الباك رايت فما عندوش المساحه يجري فيها، اتحط تحت الفراوده كان طول الوقت بيلعب تحت الفراوده ومال شويه ناحيه اليمين بس ما خدش المساحه اللي هو يتحرك فيها طول الماتش. حازم امام خط، هو لعيب خط نمره واحد لازم المفروض ان انا اوسع له كل المساحه الخط دي نقطه. النقطه الثانيه ان هو ابتدى يمسك كوره عايز يلعب يحط كباري دماغه راحت في حته تانية خالص. انت بقالك فتره طويله ما بتلعبش المفروض تدور على الاصابه اخد ثقه ادور على اماكن العبها، ما ادورش على ان انا استعرض اكتر من ان انا ادور على مكان العب فيه والمكان اللي انا هقعد الف في الملعب وفي الاخر هرجع للخط تاني. طب انا عايز اضيف حاجه، الزمالك برده خارج من الماتش ده وعنده سؤالين مهمين قوي في ادائه الشخصي. نادي الزمالك اصبح مقل جدا في استغلال اطراف الملعب صحيح. يعني الباك اليمين والباك الشمال بتوع نادي الزمالك درجات تجاوبهم الهجوميه ضعيفه جدا فعامله ناقصه حاجه. كابتن ايمن هكمل لا ما تكملش اديني بس فرصه انت لا اديني فرصه يا حبيبي. المباراه اللي فاتت لعب نفس الاثنين مع عشان بس عشان نقول للناس الفارق ما بين المبدع والمبتكر والمؤدي يا سلام بس في ده احنا يعني قصدي احنا محذرين منه او منبهين ليه من المباراه السابقه حته اليمين وحته الشمال. اتفضل حته اليمين والشمال والعمق لازم الثلاثه دول يكونوا مبدعين ما ينفعش تعملهم مؤديين وده كان كلامي واضح تمام. في فرق الاثنين مميز هايلين كمؤديين بيأدي باك رايت كويس وبيأدي باك ليفت كويس لكن نادي الزمالك لما يلعبش على الثلاث جبهات اللي هي الجبهه اليمين الجبهه الشمال جبهه العمق يبقى مش فرقه كبيره. الفرق الكبيره ثلاث جبهات قويه هو حب يتلائم التلائم جوه المباراه كان غير ايجابي ان هو يعمل التحرك لاوباما على الجبهات في المكان اللي فيه الكوره وده اوباما غير جاهز سواء بدنيا او فكريا او فنيا ان يقدر يؤدي الحركه ودي حركه صعبه قوي ان حد يتحرك على الاطراف من جوه الملعب لبره وما بتنجحش في الاغلب ففضل نادي الزمالك بيلعب لاعب بعيد عن قدراته الحقيقيه. نادي الزمالك عشان يرجع قوي عايز باك يمين قوي. طيب حازم امام في الملعب وعمر جابر في الملعب والزمالك بينزل باك يمين اللي هو رضا العزب اللي هو مؤدي كويس لكن مش مبدع في الجبهه دي. الناحيه الشمال ايضا نفس الشيء. طب انا محمد صلاح اكيد هيقعد يفكر كتير مبروك لمحمد صلاح وهو عايز صراعات خطيره مع نفسه ولازم نقدر له طبعا. الصراعات اللي هو واسماعيل يوسف صراعات خاصه جدا لكن برضه لازم هو يتعظ من اخطائه او ياخد باله من اخطائه. لازم يكون عندي جبهات اطراف قويه عمق قوي هو ده تميز نادي الزمالك. الفرويدين لازم يكون عندهم تفاهم لما عملوا ده في اوقات سؤال في المباراه كسبها يعني هو مش طول المباراه. اسالك سؤال عايز اخرج من بس اساله البيبو الاول بعدين ارجع اتفضل انه بمباراه النهارده والمباراتين اللي فاتوا
النهارده كام يعني محمد صلاح قال لماجد كابتن محمد صلاح قال لماجد قال له حرام عليك فاضل كام يوم على ماتش الاهلي والزمالك فاضل 18 يوم سيبني شويه بس انا وانت وايمن النهارده بنحاول نقول تشكيل الزمالك من خلال الثلاث لقاءات بتروجيت المقاولين النهارده لانه ده اللي خلاني افكر في السؤال ده ايمن لما قال عندك عمر جابر وعندك حازم امام وهو عنده ازمه في المكان ده اصلا مين هيروح شمال مين هيروح يمين ما تيجي كده احنا الثلاثه على الهوا نحاول نقول مين تشكيل الزمالك مش هقدر نقول الاهلي فاضل له مباراه مؤجله هيلعب انت عايز تقول تشكيل الزمالك كله ولا عايز تقول الحته اليمين دي مين هيلعب فيها تشكيل ال11 والله العظيم يا بيبو لو قلته صح المره دي هعمل لك مكافاه على الهوا يعني احنا في انتظار الكابوريا بتاعتك بقى لنا قد ايه تخيل ولسه عايشين على الامل ده ايمن لسه اللي اللي بعد العواصف اللي احنا فيها دي يا شبير والتلج ده مفيش في مراكب في البحر انت بص اهو اكتب اهو خالد بيبو تشكيل الزمالك ايمن يونس تشكيل الزمالك يلا شباب تشكيل الاهلي بقى لا ما اصل الاهلي عنده مشكله انه لسه عنده مباريات مش فرق لا ممكن حد يتوقف ممكن حد يتصاب هكذا يعني قول لي بقى يا باشا كله قائل طيب يلا في البدايه طبعا احمد الشناوي احمد خلي بالك عندك الورق في تشكيل الزمالك السابق عشان ما تقوليش لعب الماتش اللي فات بكام لا ما عنديش تشكيل الزمالك لا تلف الورق كده هنا ماشي هنقول انا هقول لك ماشي ديودار وعلي جبر سردباكين ده ما دول ما فيش مشاكل ديودار وعلي جبر وعلي جبر ماشي وقلنا باك رايت حازم امام حازم امام ماشي بلاش قوي دي ماشي واحط ابراهيم صلاح في نص الملعب وصالح موسى ناحيه الشمال ما عندوش غيره ابراهيم صلاح صالح موسى ما عندوش غيره ده لو ما رجعش احمد طبعا مش هيلحق يعني لو لحق انا شايف ان هو ممكن احمد سمير لو رجع احمد سمير 18 يوم ما ترجعش احمد سمير يعني لا. الكلام هو احمد سمير طبعا باك ليفت يعني تمام. لو رجع يبقى هو اساسي طبعا اساسي احمد سمير تمام. احمد سمير في حاله شفاء مفيش غنى عن ابراهيم صلاح ما خلاص انت قلت ابراهيم صلاح يطلع بدورين واحمد توفيق ماشي وهلاعب احنا في عندنا واحد في عندك الاثنين مش موجودين ايمن حفني واحمد عيد لا هو طبعا طبعا هحط باسم واحط باسم مرسي واحط جنبيه احمد علي تمام ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 فاضل لك فاضل فاضل واحد بس 1 2 3 4 5 وقلنا 2 في نص الملعب استنى احمد الشناوي حازم امام علي جبر ديودار صالح موسى ابراهيم صلاح احمد توفيق باسم مرسي احمد علي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 عندك ايمن حفني اغششك لا ايمن حفني ممكن يلحق او ما يلحقش لو طبعا ايمن ما عندوش اصابه ايمن حفني لا لا مرهق لا ما عندوش اصابه كان طالع ماسك الخلفيه طيب ماشي يبقى انت مش عايز تحطه في التشكيل ده موضوع ايمن حفني واحمد عيد ايمن حفني واحمد عيد تمام تمام يبقى هعيد تاني تشكيل خالد بيبو المتوقع منه الذي سيبدا امام الاهلي احمد الشناوي حازم امام علي جبر ديودار احمد سمير او صلاح موسى ابراهيم صلاح ايمن حفني احمد توفيق احمد عيد احمد علي باسم مرسي كابتن ايمن لا ما احنا بنقول مع بعض التشكيل فما اختلفناش انا موافق على التشكيل ده بس هو مش هيلعب غير باحمد علي فقط راس حربه هيلعب بعمر جابر وايمن حفني واحمد عيد عبد الملك انت هنا هتحط لازم هيلعب علي يبقى مفيش باسم مرسي بص يا كابتن شوبير هو لما يجي يفكر ايوه معلش هقول احنا بس عشان نفكر بس انت بتخلينا نقول حاجه كوميديه جدا بس انا عجباني حاجه لطيفه بص يا كابتن هو لما يجي يفكر بيفكر اللي هيلعبه ازاي والمناطق القوه بتاعت التاني في منطقه بتاعت الاهلي اللي بيفترض ان فيها حسام عاشور وحسام غالي دي منطقه الاثنين اللي قدام عشان يتعب المنطقه دي لازم يلعب لها بثلاثه لو لعب بثلاثه حط عمر جابر على اليمين وايمن حفني بلاي ميكر واحمد عيد عبد الملك ناحيه الشمال وقدامهم احمد علي ورام ابراهيم صلاح واحمد توفيق والباك اليمين حازم امام وعلي جبر ودويدار واحمد سمير هنا بقى التشكيله بتاعته خليط ما بين قدرات هجوميه مميزه جدا وقدرات ايضا دفاعيه مميزه جدا زائد ان هو هيخلي الكره في مناطق بعيد خالص عن الخطوره ويسبب مشاكل للنادي الاهلي طيب. يعني هو بيفكر في كده وخلي بالك كلامي كله سلاسل يعني لازق في بعض ماشي. يعني هو اولا عايز يبعد عن نفس الخطوره فهيلعب بالكره في انهي منطقه وهيدافع منين مين اللي يقدروا يساعدوه في الدفاع لما يتزنق جوه المباراه لازم عمر جابر ولازم احمد عيد الاثنين دول يهربوا يعرفوا يساعدوا وحازم امام في الملعب باك يمين لازم وانت بتقول ان احمد علي راس حربه وحيد لازم طب عشان وقتنا خلص انا هقول لك بقى تشكيل قول انا بس هتحفظ على الباك ليفت لحد ما احمد سمير اشوفه سليم ولا لا احمد سمير احنا بنتكلم كله سليم يعني احمد الشناوي عمر جابر ديودار علي جبر
احمد توفيق، ابراهيم صلاح، حازم امام، ايمن حفني، احمد عيد، باسم مرسي، خالد قمر. باسم مرسي خالد. انت فكيت وقف خالد قمر؟ لا مش مف... مش مش موقوف لحد دلوقتي. مش خلاص لا قررت. انت بتتكلموا لو انه موقوف. لو انه مش بتتكلم الراجل لو انه مش موقوف. لو مش موقوف ممكن يبقى له دور في الملعب. طيب. لكن ماشي. انت بتتكلم على الواقع اللي موجود وانت بدلت عمر جابر وحازم امام. طيب تمام انت فاهم. بشكرك. طيب نورتنا. وانا كمان عايز اشكرك قوي بصراحه. نورتنا يا كابتن ايمن. نورتنا يا كابتن خالد. عايز كابتن شوبير بس يخف شويه من سؤال الاجابه ده. يا خلي سؤال بس. لا 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 انا عايز شوبير يخف علينا مانشستر يونايتد. كل شويه اصل انا بحب كومان. خلي بالك من يوم ما صليت منه الكوره في كاس العالم. كابتن ايمن يوسف بشكرك شكرا جزيلا. كابتن خالد بيبو بشكرك شكرا جزيلا. اليوم هادئ تماما. اتحاد الكوره لم يتخذ اي قرارات بخصوص مؤمن زكريا او خالد قمر او معروف يوسف، واعطى المجال للتحقيق من جديد في موضوع معروف يوسف وخالد قمر، ورفض توصيه لجنه شؤون اللاعبين بايقاف مؤمن زكريا لمزيد من الوقت او لمزيد من التفاهمات. والزمالك فاز على فريق نجوم المستقبل المجتهد جدا 2-1. اما في الظهيره فواضح انه النصر اصبح اسما على مسمى، ثالث فوز بعد فوزه على دمنهور 2-0 عن جدارة واستحقاق، والنتيجة يعني الطبيعية لهذا اللقاء لا تقل عن 5 أهداف. دمنهور ينهار والنصر يعاود الانتصار. بعد قليل هيكون معنا حلقة من الزمن الجميل. يا سلام. 2 كسبوا الاهلي والزمالك الدوري. يا سلام. فوزي سكوتي في النادي الاهلي، نصر ابراهيم في نادي الزمالك، حوار اتمنى ان يكون ممتع ويكون جميل معاكم بعد قليل باذن الله عز وجل مع نجمين كبيرين جدا، نصر ابراهيم نجم الزمالك وفوزي سكوتي نجم الاهلي، طبعا كل واحد منهم السبع. We'll be right back.